مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من مصر. ليله امبارح كانت ليله سعيده على كل جماهير الكره المصريه، مش بس جماهير النادي الاهلي، الكل كان سعيد، الكل كان فرحان بالاداء المحترم وتحقيق بطوله ولقب غالي جدا، مش بس على النادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته ولاعبيه، ولكن كمان على الكره المصريه ككل، لان ده في النهايه بيحسب لصالح الكره المصريه. 11 بطوله للاهلي، 5 بطولات للزمالك، بطوله للاسماعيلي، شيء الحقيقه يشرف الدوله المصريه. ما فيش اي دوله في افريقيا لدى انديتها هذا الكم، 17 بطوله في دوري ابطال افريقيا على مدى تاريخها، ما فيش اي دوله في عموم افريقيا في انديتها حققت هذا الكم من البطولات. نقدر نقول اكتساح مصري تام وبعيد كل البعد عن اقرب منافسيه، عايزين عقود طويله جدا عشان يتحقق او يتحطم هذا الرصيد الكبير اللي عند الانديه المصريه الثلاثه، الاهلي والزمالك والاسماعيلي بترتيب عدد البطولات. يعني باقي الانديه الثانيه في كل انحاء القاره الافريقيه محتاجه سنين طويله جدا عشان تصل لمثلا ال 11 اللي محققها النادي الاهلي، او اي دوله انها تحقق 17 بطوله لانديتها زي مصر ما حققتها على مدى العقود ومدى السنوات اللي فاتت. شفنا امبارح الفرحه كانت عامله ازاي في ملعب المباراه، شفنا ازاي الفرحه في الشوارع، الفرحه على السوشيال ميديا. هنتكلم وهنحلل وهنعرف من كباتنا وضيوفنا اللي هيكونوا معانا ان شاء الله في الجزء الثاني من حلقتنا عشان نعرف ايه اللي حصل والسيناريو النهائي مشي ازاي. هيكون معانا ضيوف زي ما حضراتكم شايفين، قامه من الضيوف ان شاء الله هيكونوا معانا باذن الله في الجزء الثاني من حلقتنا. هنتكلم على كل التفاصيل، نتكلم على كل الكواليس اللي حصلت في البطولة. طبعا يعني في تفاصيل كتير جدا كمان غير الفرحة وغير الأمور اللي شفناها دي كلها، كمان في مجموعة من الصور حابين النهاردة نقف مع حضراتكم عليها من المباراة، لأن دايما بنقول إن الكورة بصفة خاصة والرياضة بصفة عامة هي مش مجرد نشاط بدني أو ترفيهي ممكن الواحد بيعمله أو مجرد يعني منافسة احترافية، ولكن في مجموعة معاني في البطولات، في مجموعة معاني في كرة القدم الحقيقة لازم نقف عليها ونفهمها، لأن ده مهم، لأن حتى بيدي رسائل للشباب ورسائل محترمة جدا للناشئ. تعالوا نشوف مثلا أول مجموعة صور كده جبناها لكم، صور الخاصة بعلي معلول وعبد المنعم بعد الهدف اللي صنعه علي معلول بالركنية بتاعته والرأسية بتاعة محمد عبد المنعم. شوفوا الصورة دي حضراتكم، الثنائي ده معلول وعبد المنعم امبارح كان الحد، الحد اللي قبله كان ملايين المصريين كانوا مش بس الاهلاويه، اي حد كان بيحمل هذا الثنائي المسؤوليه في الهدف اللي احرزه الوداد في القاهره في استاد القاهره، وكان الاثنين دول هم اللي في وش المدفع. علي معلول اللي كان منهار من البكاء بعد الهدف، والصوره اللي حضراتكم شايفينها، الاثنين دول هم اكتر اثنين اتهاجموا، هم اكتر اتنين تم تحملهم المسؤوليه، وكان اكتر اتنين ممكن ان هم يتحملوا الهزيمه او هتتعلق الهزيمه وفقدان اللقب في رقبه الاتنين دول، علي معلول وعبد المنعم. عشان كده الاتنين دول كانوا قد التحدي. الصوره اللي قدام حضراتكم دي مش فرحه لعيبه، دي فرحه ناس كان عندها تحدي وقدرت ان هي تحققه، كان عندها خوف من الوقوع بعد ما وقعوا ولكن قدروا ان هم يقوموا ويكملوا وينجحوا. الصوره دي صوره اصرار مش صوره فرحه. ناس بتقول احنا غلبنا الاحساس ب اقول ايه بعدم مش هقول عدم التقدير، ولكن يعني تحملنا المسؤوليه اكتر مما نحتمل وتخطينا هذه العقبه وهذا الشعور بالياس، ولكن حولنا ده الى نجاح. فصوره الحقيقه او ثلاث صور فيهم معاني إنسانية كتير جدا جدا. كمان الثلاث صور اللي بعدهم في الشوط الثاني، فجأة ملعب المباراة تحول إلى ضباب بسبب الشماريخ. الصورة دي لعيبة النادي الأهلي هم واقفين مع بعض بيشحنوا بعض، كان وقتها النادي الأهلي مغلوب بهدف، يعني الوداد هو كده خلاص يعني يعتبر كان حسمها وكل الأمور والجماهير والظروف دي كلها مش هنخوض فيها دلوقتي، ولكن خلاص، ولكن الناس واقفه بتفكر تشوف هتعمل ايه رغم كل الضباب اللي حواليهم وكل الضجيج اللي حواليهم، اللي عنده هدف واللي عنده
شيء عايز يحققه وبيقاتل عشانه أكيد هيوصل له، وأكيد في النهاية هينتصر مهما كان الضباب حواليه أو مهما كانت المعوقات اللي حواليه. وده الحقيقة ممكن نسقطه على حياتنا كلنا، أي واحد عنده مشكلة، أي واحد عنده أزمة، حتى الدول اللي بتمر بأزمات وبتمر بصعوبات مهما كانت طول ما في إرادة، طول ما في تحدي تقدر في النهاية أن أنت تنتصر في النهاية. صورة كمان أو ثلاث صور تانيين بتدل على شيم الكبار وكيفية التعامل ما بين الكبير اللي وصل لمرتبة عالية جدا بقى عنده ثقة بالنفس كبيرة جدا، وما بين اللي لسه طالع جنبه، ازاي ياخد بإيده، ازاي يكبره، ازاي ان هو يديله مثل وقدوة. المشهد اللي شفناه في التتويج ومحمد الشناوي كابتن النادي الأهلي وهو بياخد الميدالية الذهبية من موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي الكاف، أول حاجة عملها الشناوي إيه؟ خلع الميدالية وقام جاي كان وراه مصطفى شوبير بعيد عنه بشوية، ندهله زعق له قال له تعالى تعالى، كررها له مرتين أهو بيقول تعالى بيزعق له، فمصطفى شوبير قرب له فقام جاي ملبسه الميدالية بتاعته بتاعت الشناوي وحضنه. هو مصطفى شوبير ليه ميدالية، يعني كل اللي كانوا في التشكيل والجهاز الفني والإداريين وكله كله ليه ميدالية، كل واحد ليه ميدالية، ولكن دي لقطة رمزية مهمة جدا بتعلم الناس شيم الكبار اللي حضراتكم شايفينه. دي قيمة، قيمة النهاردة كرة القدم بتعلمها الناس كتير، فكرة انك انت ازاي تتعامل مع الأصغر منك، ازاي تتعامل مع اللي طالع جنبك، ازاي تاخد بإيده، ازاي تكبره. انت كبير لما تكبر لحواليك تكبر، انما لما تصغر لحواليك تصغر. فالحقيقة دي لقطة مهمة جدا ومعنى عميق جدا 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 امبارح الحقيقة محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي قدمه، وبنبارك له طبعا ومبارك لكل الفريق وبنحييه طبعا على هذا المعنى، مش بس التصرف ولكن معنى وراء هذا التصرف، وهو معنى كبير وهو شيم الكبار. كمان امبارح سواء السوشيال ميديا الشعبيه كلنا والناس واللي علق واللي بارك واللي عبر عن فرحته، ولكن كمان على المستوى الرسمي شفنا امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي وفور انتهاء المباراه الرئيس يعني وجه التحيه زي ما ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه، تهنئه الرئيس السيسي للنادي الاهلي والجماهير المصريه، ونحط تحتها 100 خط لان امبارح كان علم المغرب وعلم مصر وعلم الكاف الاتحاد الافريقي. فهنا ده رمز مهم جدا ان اللي كان امبارح بيلعب واللي فاز امبارح هو نادي مصري. فالحقيقه ده كان تاكيد مهم امبارح من السيد الرئيس، وجه التحيه او هنأ النادي الاهلي وهنأ الجماهير المصريه بالفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، واشاد بالانجاز التاريخي اللي تحقق بالفوز بالبطوله للمره ال11. الرئيس اثنى على الروح العاليه اللي تحلى بيها جميع افراد الفريق واللي بتعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز. الرئيس أعرب عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات. كمان على المستوى القاري تشوف موقع أو قبل المستوى القاري كمان رابطة الأندية المحترفة المصرية زي ما حضراتكم شايفين برضو هنئت النادي الأهلي بهذا الفوز. موقع كأس العالم للأندية الفيفا وورلد كاب، موقع فيفا الكاس العالم للأندية نشر طبعا صور من التتويج وقال ملوك الكرة الأفريقية والنادي الأهلي يعود مجددا إلى كاس العالم للأندية للمرة التاسعة، وحاطين جنبها إيه؟ علم مصر. ودي نقطة مهمة جدا خدوا بال حضراتكم، هو ما حطش علم الأهلي وفي علم للأهلي، إنما هنا حط علم مين؟ علم مصر، لأن في النهاية هذا الانتصار لمصر، هذا الفوز لفريق مصري، والعلم اللي كان مرفوع امبارح في مركب محمد الخامس كان علم مصر. اللي بعده دوري ابطال افريقيا، الموقع الخاص بدوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه الافريقي برضو بيهني النادي الاهلي بال11 بتضاف طبعا الى سجل وتاريخ حافل من البطولات. هنلاقي لاليجا، صفحه لاليجا، صفحه الدوري الاسباني الناطقة باللغة العربية برضو بتهني النادي الأهلي بهذا التتويج الإفريقي، وخدوا بال حضراتكم هتلاقي برضو بيهني النادي الأهلي، وهتلاقي جنب النادي الأهلي علم مين أو جنب اسم النادي الأهلي أو شعار الليجا أهي على الشمال جنبها على اليمين مين؟ علم مصر. ده اللي احنا بنقوله، ده اللي احنا بنقوله. اللي بعد الدوري الإيطالي بيهني النادي الأهلي للفوز بالمرة ال11 بيقول الكبير كبير، فدي تعليقة لطيفة جدا منه.
اللي بعده البايرن، بايرن ميونخ طبعا كمان مصفحة البايرن اختارت صورة الشناوي ومايكل ناير السابقة في كأس العالم للأندية وحطيتها وقالت تهانينا للأهلي بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة ال 11 في تاريخه المان سيتي. والمان سيتي طبعا طبعا المان سيتي بعد فوزه بالشامبيونز ليج الأوروبي أول امبارح فبالتالي هيشارك في كأس العالم للأندية عن أوروبا، والأهلي ليه هيشارك برضه في كأس العالم للأندية في السعودية إن شاء الله كممثل افريقيا، فبيدونا كده واحده كده بيقول له ايه نشوفكم بقى في المملكه العربيه السعوديه، وهيبقى طبعا اكيد يعني مشاركه لطيفه جدا ومهمه زي ما حضراتكم شايفين وبايه بيغمزوا لهم يعني. اللي بعده هنلاقي برضو نادي استون فيلا، فالادمن بتوع صفحه استون فيلا لطاف قوي بيقولوا تعبنا ابن المباركه لهذا النادي، يعني تعبتونا احنا كل سنه نقعد نبارك لكم وفي ايه بالظبط يعني، فحاجه لطيفه جدا ويعني مباركة حلوة من أستون فيلا. صفحة اليوفي زي ما حضراتكم شايفين برضو بهذا الشكل، عايز أروح للأندية، عدد بقى من الأندية الأفريقية كمان هتلاقي حاجات كتير جدا من أندية أفريقية ونجوم سابقين للنادي الأهلي، هتلاقي كمان رموز فني، هتلاقي مثلا الأستاذ نبيل الحلفاوي برضو عامل تدوينة لطيفة جدا، قال زي ما قلنا الحداشر يوم 11 ألف مبروك لمصر والأهلي وجمهوره ولاعبيه وجهازهم الفني ولإدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. اللي بعده الهضبة هنيدي، نجم محمد هنيدي برضو مبروك للأهلي سلطان أفريقيا الحداشر. وهنروح للهضبة عمرو دياب بيقول مبروك للنادي الأهلي الكبير ولاعبيه الأبطال وجمهوره العظيم، شيء الحقيقة جميل وشيء مفرح ان احنا نشوف هذا الكم يعني من التهاني والتبريكات مره تانية، ده مش بس للنادي الاهلي ولكن لمصر ولجماهير الكره المصريه مره تانية، الف مبروك وان شاء الله دايما في تقدم وازدهار. انا الاهلي اللي كان والحاضر، انا الاسم اللي هز جبال من الاول لحد الاخر، هيفضل مصنع الابطال، انا ادي الحياه وتحدي ولسه عندي قوه وعندي اعدي الف سد وعدي اقوم واطلع وهد جبال، انا الاسم اللي لف الدنيا وماضي تشيرت في اليابان، بطل عدى حدود افريقيا ولسه في قلبه حلم كمان، في ضهري ومن سنين اواني قولوا بدت كتير علشاني، انا الاهلي اللي صان العشره دهب مش قشره ولا بهتان، بدايتي وكانت كده كانت في سنين كل ده ولسه في اكتر من كده سنين وهنيه، اهلي اكمل كمان في ضهري كتير من زمان معايا جماهير. من دقايق قليله جدا كان في توجيه رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنه برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتضم جميع الجهات المعنيه والاثريين المختصين وكل المكاتب الاستشاريه والهندسيه المطلوبه عشان تقييم الموقف المتعلق بنقل المقابر في منطقه السيده نفيسه والامام الشافعي وتحديد كيفيه التعامل مع حالات الضروره اللي ادت الى التفكير في هذا المخطط وفي هذا التطوير، يعني مناقشة الموضوع أو دراسة الموضوع ككل. اللجنة المهمة أو الكبيرة اللي حضراتكم شايفينها بكل أعضائها هيكون مهمتها أن هي هتدرس رؤية التطوير، مخطط متكامل، تدرس البدائل، تشوف إيه البدائل اللي ممكن تنفيذها عشان يعني تتفادى النقل أو تتفادى أي مشكلات تتعلق بالمقابر. وأمامهم أسبوعين يعني قبل 1 يوليو هتكون هذه اللجنة برئاسة دكتور مصطفى مدبولي انتهت من هذه الدراسة. الرئيس كمان وجب إنشاء مقبرة الخالدين، مقبرة الخالدين هتنشأ في موقع مناسب، هتكون صرح كبير هيضم رفات عظماء ورموز مصر من الأسماء الكبيرة والناس اللي كان ليها إسهامات في تاريخ مصر، هتتضمن متحف للأعمال الفنية والأثرية موجودة في المقابر الحالية بقى من شواهد من أمور مشابهة يعني، وهيتم نقلها من خلال خبراء ومتخصصين وتكون يعني بمثابة متحف لسيرة هؤلاء العظماء من أبناء الوطن.
نروح النهارده لامتحانات الثانويه العامه. النهارده 700 الف طالب وطالبه في الثانويه العامه أدوا أول أيام الامتحانات في المواد الغير مضافة للمجموع في التربية الوطنية وفي التربية الدينية. واضح جدا من الجدول ومن ترتيبه أن بنبدأ تدريجي شوية بشوية، الأولاد بيدخلوا بشكل متدرج في أجواء الامتحانات. بنتكلم على بكرة إن شاء الله يكون في الاقتصاد والإحصاء زي الجدول كده ما هو معروف طبعا يعني، وبعديها هنلاقي من يوم الحد امتحان العربي، الثلاث الانجليزي، الحد اللي بعده هيكون الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، بعدها هيكون أجازة العيد، وبعد العيد إن شاء الله كل سنة وحضراتكم طيبين هيرجع تاني الولاد هيكملوا امتحاناتهم، ويا رب كل التوفيق لكل الطلبة وكل الطالبات اللي في الثانوية العامة. برحب بالأستاذ شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. أستاذ شادي مساء الخير. مساء النور استاذ عمرو، تحياتي ليك للساده المشاهدين. الله يخليك يا استاذ شادي، ارجوك طمنا النهارده اليوم مش ازاي. الحمد لله اليوم النهارده، طبعا النهارده كان امتحان التربيه الدينيه وامتحان التربيه القوميه، ودي مواد غير مضافه للمجموع، يعني الاجابات فيها هي بس متعلقه بالبابل شيت فقط، ما فيهاش اسئله مقاليه. الحمد لله اجواء الامتحانات صارت بشكل جيد ومنضبط، لم ترد الينا اي مشكلات او شكاوى تذكر. دكتور رضا حجازي كان حريص منذ بداية اليوم على الحضور في غرفة العمليات المركزية للوزارة ومتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بانتظام سير الامتحانات في مختلف اللجان على مستوى الجمهورية. يعني طبعا منذ الصباح الباكر تم رفض تداول ورقة يعني أشيع أنها تخص امتحان التربية الجديدة، والحقيقة طبعا على الفور اصدرنا بيان بان الورقه دي تخص امتحان العام الماضي وليس العام الحالي. على الجانب الاخر طبعا تم رصد ثلاث حالات غش الكتروني في لجان مختلفه منها لجنه في الشرقيه. غش الكتروني؟ طب ده النهارده تربيه دينيه وتربيه وطنيه يعني وغير مضافه للمجموع، غش الكتروني ليه؟ بالظبط غريبه دي. يعني تم رصدهم وضبطهم على الفور طبعا واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال الطلاب. واحده كانت في الشرقيه، واحده في سوهاج، واحده في شرق المنطقه. طب معلش يا استاذ شادي، الغش احنا عارفين حد بيبص جنبه وحد مطلع ورقه، ولكن غش الكتروني ده باستخدام التليفون المحمول ولا ازاي؟ استخدام الهواتف. بالتليفون المحمول. هو المفترض ان في اجراءات عشان الولاد يبقوا عارفينها ان هم ممنوع يدخلوا بالتليفون المحمول، واعتقد المراقبين بيفتشوا على ده. هو الحقيقه احنا يعني يمكن انا دخلت مع حضرتك استاذ عمرو في مداخلات يعني مظبوط اكدنا فيها مرارا وتكرارا على الاجراءات، الدكتور رضا حجازي اعلن عنها مرارا وتكرارا في فعاليات مختلفه وتصريحات مختلفه، اكد على الاجراءات المنظمه للدخول اللجان وان الطلاب بيمتنعوا عن الدخول باي هواتف او سماعات او ساعات سمارت، وبالتالي طبعا يعني كان في النهارده اجراءات صارمه حيال اي حد يتم الـ يعني ضبطه معاه هاتف محمول حتى لو كان مغلق. برضه اكدنا على ده يمكن خلال الايام الماضيه ان حتى لو كان الهاتف معاه ومغلق برضه هيتم تحرير المحضر والغاء الامتحان واتخاذ الاجراءات القانونيه المناسبه. تمام اتفضل. يعني على المستوى العام استاذ عمرو الحمد لله الامور كانت هادئه بشكل كبير جدا، مفيش اي شكاوى زي ما قلت لحضرتك تذكر. الاجراءات كانت منظمه وطبعا كان في متابعه شديده جدا للجان على مختلف محافظات الجمهوريه. الحقيقه كمان ان كان في من ضمن يعني الحالات اللي يمكن اضافه للحالات اللي انا ذكرتها تم استبعاد 2 من الملاحظين في لجنه في سوهاج لتسهيلهم عمليه الغش بعد رصدهم من خلال كاميرات المراقبه. الحقيقه ان كاميرات المراقبه كمان كان لها دور كبير النهارده يعني يمكن في انتظام سير الامتحانات كمان. طيب عايز اسالك على بكره. بكره ان شاء الله احنا بنتكلم في الاحصاء صح كده؟ بالظبط. الاقتصاد والاحصاء. الاقتصاد والاحصاء بالظبط. الاستعدادات برضو بكره بتبقى هي برضو الاستعدادات العاديه يعني، ولكن بعد كده ان شاء الله من يوم الاحد هنبتدي ندخل بقى في اللغه العربيه والثلاث الانجليزي، ونبتدي بقى الجدول المواد بقى اللي هي التقايل يعني زي ما الولاد دايما بيقولوا. دايما بيبقى يعني سؤال كل سنه الامتحانات وصعوبه الامتحانات والمستوى، ايه التوجيهات اللي الاستاذ وزير التربيه والتعليم كان اصدرها الى اللجان اللي بتضع الامتحانات بالشان ده او بالخصوص ده؟
هو طبعا يعني في توجيهات يمكن اصدرها الدكتور رضا حجازي، يمكن من عايز اقول لك من خلال يعني مؤتمر صحفي تم عقده من الترم الاول بالمواصفات الخاصه بالورقه الامتحانيه، ومؤتمر صحفي تاني يمكن تم عقده او الدكتور رضا حجازي عقده من شهرين، واكدنا فيه على عدد من المواصفات المحدده اللي الدكتور رضا حجازي ركز عليها جدا، وهي ان الامتحانات تكون الاسئله فيها واضحه ودقيقه، واسئله الاختيار المتعدد لا تحتمل اكثر من اجابه، وايضا كمان اكد على تقسيم الاسئله لثلاث اجزاء اللي هو 30% المستويات المعرفيه البسيطه و40% المستويات العقليه او المعرفيه المتوسطه و30% الاخيره للمستويات العقليه العليا او المتميزه. ده طبيعي مظبوط، ده طبعا بهدف قياس طبعا الاجتهاد والمذاكره للطلاب وتحقيق مبدا العداله والتكافؤ والفرص طبعا، ونتمنى باذن الله ان شاء الله يعني الامتحانات باذن الله تمر بهدوء تام، وفي جهود ضخمه بتبذلها الوزاره لضمان انتظام سير الامتحانات ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ شادي الزلطه، شكرا لحضرتك. انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 بمادة التربية الدينية والوطنية لطلاب شعبة علم علوم وعلم رياضة وأدبي، البالغ عددهم 783,025 طالب وطالبة في جميع محافظات الجمهورية. الاثنين كانوا سعيين الحمد لله، ما كانش في أي مشكلة فيهم، بس يا ريت بقى كل الامتحانات تبقى زيهم ان شاء الله. الدين كان سهل بجد، واغلبيه الحاجات اللي جت اصلا جت من المنهج، يعني هي فعلا كل حاجه جت من المنهج. وكان الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، يعني الدين كان الحمد لله سهل، الناس كتير حلت قوي في الدين، والتربيه يعني كان في اسئله تريكي كده بس لا كان حلو يعني الحمد لله. وتعقد امتحانات الثانويه العامه لعام 2023 خلال الفتره من 12 من يونيو الحالي وحتى 13 من يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية تمثل 15% من درجات كل مادة. ووفقا لجدول الامتحانات تبدأ امتحانات المواد التي تضاف إلى مجموع الطلاب بداية من الأسبوع المقبل، حيث يؤدي الطلاب في يوم 18 من يونيو امتحان مادة اللغة العربية. هو احنا امتحاننا بالبابل شيت، هو نظامه بسيط جدا، هو ان احنا زي بنعلم على الاجابه اختيار بقى الف ب او جيم او دال، بنعلم على الاجابه في البابل شيت وبس. الموضوع مش صعب خالص، انا كنت متخيل يبقى صعب بس الموضوع لا طلع ما فيهوش اي حاجه خالص. لا كانت حلوه جدا، والاسئله ما كانتش فيها صعوبه خالص، وبالعكس دعوتنا على الاسئله اللي هي البابل شيت والحاجات اللي زي دي. كان في توتر في اول يوم وكده، بس الحمد لله قدرنا نتغلب عليه، وبقى الجايه تبقى احسن ان شاء الله. كانت 25 سؤال في كل ماده على ساعه ونص بالظبط، بس احنا كنا بنخلص في اقل ساعه، يعني من اقل من ساعه كنا بنخلص. امتحانات الثانوية العامة واحدة من أهم مراحل الشهادات التعليمية التي يبنى عليها مستقبل الطلاب، فنتمنى لجميع الطلاب التوفيق والسداد. من مصر، ياسمين جبريل. واحنا بنتكلم على الثانوية العامة وعلى الامتحانات نروح يعني للإعدادية، وطبعا نفتكر من الطلاب عماد، الطالبة المتفوقة الأولى على الإعدادية في كفر الشيخ، واللي كان الرئيس وجه برعايتها وأنها تتلقى كل الدعم. النهاردة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب استقبلت منا طلاب ووالدتها، ووجهت ليهم طبعا التحية والمباركة وتبني كل الأمور المتعلقة بمنا تعليميا والمساعدة على تفوقها وكل ما هتحتاجه إن شاء الله، زيها زي كل المواهب الشابة اللي بيتم دعمها من الأكاديمية سواء علميا ثقافيا رياضيا في كل الأمور. كل الدعم زي ما قالت الدكتورة رشا راغب هيتقدم لهذه الطالبة المتفوقة حتى تتخرج من الجامعة بإذن الله، وهي حتى كانت بتقول إن كل هدفها عشان الصعوبات اللي هي واجهتها لحد ما بقت الأولى على كفر الشيخ في الإعدادية إن هي كمان تتفوق في الثانوية العامة وإن شاء الله كمان تدخل كلية الطب. فأبشري يعني منا إن شاء الله ربنا يوفقك وكل الدعم ليكي، وإن شاء الله الأكاديمية الوطنية للتدريب هتقوم بكل اللي تحتاجيه لحد ما تحققي حلمك وتحققي هدفك بإذن الله. استاذنكم نخرج لفاصل سريع، وبعد الفاصل لسه عندنا مجموعة من الأخبار، أرجوكم خليكم معنا.
النهارده كان في عطل تقني او عطل فني حصل في نظام التداول في البورصه المصريه وتم اصلاحه، تم التعامل معاه. ولكن لما ده حصل كان في شائعات او ناس طلعت قالت ده البورصه المصريه او السيرفرز او الخوادم بتاعه البورصه المصريه تعرضت الى هجوم سايبراني، هجوم الكتروني يعني. فالحقيقه ده ما كانش سليم تماما يعني، ده كان امر حقيقه خاطئ او تقدير خاطئ. البورصه المصريه قالت ده عطل تقني وارد ان هو يحصل. احنا حتى لما بنروح ممكن تروح تتعامل في بنك مثلا او في اي مؤسسه يقول لك ده السيستم واقع، ده شيء ممكن يحصل يعني. فنقدر نقول ببساطه يعني قد يكون حاجه شبه ان السيستم كان واقع يعني. البورصه اكدت ان بكره ان شاء الله هيتم استئناف التداول في مواعيده المعتاده، مفيش اي تغيير، وان هيتم الاعتداد بكل العمليات اللي اتنفذت خلال جلسة النهاردة لحد الدقيقة اللي توقف فيها نظام التداول وهترجع من خلالها يعني. البورصة كان في انخفاض للمؤشر الرئيسي EGX30، يعني انخفاض طفيف، ولكن ان شاء الله بكرة الامور تعود احسن مما كانت. استاذ رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بك. ببساطة كده ايه اللي حصل عشان نوضح للسادة المشاهدين؟ ببساطة هو حصل عطل تقني مفاجئ كده في التريدينج سيستم او نظام التداول الاساسي للبورصة المصرية، تداول الاسهم للبورصة المصرية، ومن الساعة 12:31 دقيقة بالضبط. ومن ساعتها بنتعامل يعني تعاملنا معاه بشكل فوري، وقدرنا الحمد لله يعني بعد نهاية يوم العمل ان احنا كل اسعار الاغلاقات تتم والكلوزنج بتاع اليوم يتم بيه تمام مع كل شركائنا في السوق، شركات مصر للتقاطع طبعا وشركات الوساطه. كويس. والحمد لله عدينا مرحله الخطر او القلق اللي كانت موجوده. ده خلل يعني او اول مره يحصل، ولا ده شيء بتقدروا ان هو شيء طبيعي وارد الحدوث؟ لا هو طبعا وارد الحدوث، ولكن هو مش بسهوله ان هو السيستم واقع مثلا او الكلام ده كله يعني. احنا مثلا البورصه المصريه من يمكن بقى لها 15 سنه ما حصلش فيها وقوع نتيجه اخطاء تقنيه، يمكن حصل في 2012 او 2013 نتيجه اوضاع الكهرباء في الوقت ده، سيرفرات نقص الكهرباء، سيرفرات ما قامتش او حاجه. لكن مشكله تقنيه في نظام التداول يمكن ما حصلتش من 15 سنه، حضرتك بتتكلم فوق 3900 جلسه تداول. مظبوط. دي النهارده اول مره. الأخطاء التقنية واردة، بنتعامل معاها بجدية مع موردي أنظمة التداول العالميين. ومن المهم برضو إن احنا نطرح إن هو ده جزء لا يتجزأ من طبيعة عمل البورصات، فتجد البورصات العالمية كلها بيحصل فيها دروبس لساعة أو ساعتين أو ثلاثة، وفي بورصات ممكن تقعد باليوم كاملة. يعني بورصات حوالينا اكبر مننا واصغر مننا، بورصات اوروبيه وعالميه ايضا بتشهد مثل هذه، يعني شيء وارد الحدوث يعني بطبيعه الحال طبعا. طيب الجميل في الموضوع ان حضراتكم في البيان قلتم ان بكره هنكمل من نفس النقطه اللي وقفنا عندها امبارح الساعه 12:31، صح كده؟ مظبوط كده، لان احنا كان الهدف الاساسي بتاعنا الحقيقه انه نحافظ على التعاملات اللي حصلت النهارده، يعني كان في مطالبات كثيره لدى اطراف كثيره في السوق ان احنا يعني لا نعتد او نلغي عمليات اللي حصلت النهارده من الساعه 10 لحد الساعه 12:31، ولكن احنا كان هدفنا في الاساس هو يعني ما نقولش او يعني نزود حاله عدم ثقه. يعني اصل التعاملات اللي حصلت قبل العطل يعني ايه وجه الخلل انها تلغى يعني؟ بالظبط كده، فاحنا معتدين بيها ويعني تم تسويتها مع تمام المقاصه وكل شيء على ما يرام. وكان طبعا التشالنج الاساسي دايما او التحدي الاساسي هو اسعار الاغلاق النهارده هي دي اللي نقدر نفتح طبعا فيها بكره، ما تكونش اسعار امبارح. فده كان الهدف الاساسي ان احنا نقدر ان احنا نحافظ على العمليات اللي تمت. بشكر حضرتك شكرا جزيلا وكل التوفيق لحضراتكم. استاذ رامي الدكاني رئيس البورصه المصريه، شكرا جزيلا لحضرتك. نروح لهيئه الارصاد اللي النهارده مركز معلومات تغير المناخ كان ليه بيان حذر فيه ان بكره الثلاث هيكون في تقلبات جويه، ارتفاع في درجات الحراره، هيكون في ارتفاع في درجات الحراره، هيكون في رياح محمله بالرمال وبالأتربة خصوصا يعني على
شمال الصعيد ومعظم محافظات الصعيد، على الصحراء الغربية، على منطقة الواحات شوية جاية بدري يومين. احنا بقى اسبوعين دايما العاصفة زي ما بنسميها كده او سوء الاحوال الجوية بتيجي يوم خميس، اربع خميس بتاخد معانا للجمعة، ولكن المختلف شوية المرة دي ان هي بدأت التلات، فهنعرف مدى شدتها وهتستمر قد ايه. برحب دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، ودكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ. دكتور محمود، دكتور فهيم، مساء الخير، اهلا بحضراتكم. اهلا بحضرتك استاذ عمرو، واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا بسيادتك يا فندم. دكتور فهيم، انتوا حذرتوا من هذه الموجه من التقلبات، يعني كان تحذيركم كمركز معلومات تغير المناخ ده موجه للمزارعين يمكن بالاساس ولا للعموم؟ لا، هو موجه للمزارعين طبعا، لأنه يعتمد على توقعات هيئة الأرصاد الجوية وهي الجهة المعنية بإصدار التوقعات، وبناء على هذه التوقعات بنرى تأثيرها إيه على التراكيب المحصولية القائمة بمراحل النمو اللي فيها. فطبعا ممتاز، يعني سريعا، هو المراحل النمو الموجودة لمعظم التراكيب هي مراحل حساسة لهذا الشكل من التقلبات المناخية. ممكن محاصيل تفسد يعني بسبب ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة أو رمال وأتربة وما ذلك يعني. لا، خلي بالك حضرتك، احنا في فصل الربيع، احنا لسه ما دخلناش في فصل الصيف، والزراعات الموجودة الآن في المرحلة اللي كانت بتتوافق مع فصل الربيع اللي كان معتدل، اللي كان بعيد تماما عن هذا الشكل من التقلبات، فبالتالي يعني التراكيب المحصولية متوافقة مع المناخ، فالدنيا كانت بتمشي. كويس. اما دلوقتي الموضوع اختلف تماما طبعا، يعني اصبحت الظروف الموجوده ظروف متقلبه وبشده، فطبعا عملت بعض المشاكل والاشكاليات الموجوده. يعني ما انا بسال حضرتك، يعني ممكن بعض المحاصيل مثلا تتلف في الفتره دي قبل تمام النضج، يعني قبل جمع المحاصيل؟ لا، اقول لحضرتك حاجه، انا هدي حضرتك مثال واحد، هو محاصيل الفاكهه الصيفيه، انا بتكلم على المانجا والزيتون، وبتكلم على الموالح، البرتقال، يعني كل هذه الفاكهه في بدايه تحجيم الثمار، يعني بعد مرحله العقد يبتدي الثمار تاخد الحجم بتاعها. يعني فتره حساسه، على سبيل المثال لنقص الميه، حساسه للموجات الحاره، حساسه للرياح، حساسه للرياح المحمله بالاتربه، حساسه لفرق حراره الليل والنهار، وكل ده حصل، فبالتالي بيحصل احيانا مشاكل خاصه لبعض المزارع وبعض المناطق الهشه مناخيا اسمها كده، المناطق اللي مش محميه، المناطق اللي مزارع. فحضراتكم بتوجهوا التحذير ده للمزارعين، خدوا بالكم عشان تظبط الري، تظبط مثلا لو في حاجات للتربه للزرع، يعني صح كده؟ طبعا في حزمه من التوصيات والارشادات تقريبا، مش لكل محصول، احيانا لكل منطقه ولكل طبيعه تربه، معدلات الري، الفتره ما بين الريات، المركبات اللي بتضاف مع ميه الري، احيانا الرش المهم، احيانا حتى التعامل مع الشجره، ان في توقيتات معينه زي لما كنت في موجه شديده الحراره، عكس الناس ما فاهمه ان انا ما ارويش في فتره الظهيره، لان ساعتها الشجره بتتوقف تماما عن الامتصاص والسغول بتقفل، فما اجيش قد كميه ميه كبيره اعمل مشكله اكبر على سبيل المثال يعني. فدي امور كلها بتتحط في الاعتبار، وبيصدر نشره يعني يمكن شبه يوميه في حاله لما هيئه الارصاد تتوقع مثل هذه الموجات من التقلبات، على طول لازم ننزل التوصيات بتاعتنا، وقبلها كمان بفتره يوم يومين، على حسب شغل عظيم جدا هيئه الارصاد بتتوقع. طيب نروح لهيئه الارصاد ودكتور محمود القياتي عضو المكتب الاعلامي للهيئه. دكتور محمود، ارجوك قول لنا الموجه بتاعت بكره دي اخبارها ايه؟ واحنا زي ما كنت بقول في المقدمه، تعودنا دايما بتبقى اربع وخميس يعني كمل معانا للجمعه، لكن واضح انها جايه التلات، جايه بدري يعني. بالفعل استاذ عمرو، زي ما استاذ محمد فهيم بدايه قال، ان الهيئه العامه للارصاد الجويه لما بتصدر تنبؤاتها فيما يتعلق بمساله الطقس والمناخ، بتبدا طبعا كل الجهات من ضمنها الجهه اللي بتتعامل مع المحاصيل الزراعيه بتبدا تطبق ده على ما يخصها في مساله المحاصيل الزراعيه، طبعا في تعاون مثمر بيننا وبين كل الوزارات وكل الجهات. من بكره ان شاء الله بنبدا بنعلن كما زي ما اصدرنا نشراتنا وتحذيراتنا في تعرض البلاد لحاله جويه سريعه من الاضطرابات الجويه، هتستمر بكره فقط الثلاثاء ان شاء الله، بدايه من يوم الاربعاء هتبدا تعود الاجواء مره اخرى للاستقرار، لكن بكره تحديدا بنقول اننا بنتعرض لمرور منخفض صحراوي او منخفض تمسيني، مدته زي ما اشرنا يوم واحد، هيبدا يمر على الصحراء الغربيه لمصر، ثم بعد ذلك الى المناطق الداخليه من الجمهوريه. تمام. تاثيره بالاساس هيكون على محافظات شمال ووسط الصعيد،
وهيبدا يغادر مصر من الناحيه الشرقيه عند محافظه البحر الاحمر. كمان مع وجود المنخفض الصحراوي على الارض في منخفض في الطبقات العليا للهواء، ده بيعمل على تشكل بعض السحب الرعديه اللي تركيزها هيكون على الجزء الشمالي من الجمهوريه حتى القاهره الكبرى. ملخصا واجمالا بناء على ده نقدر نقول ان كل منطقه في الجمهوريه بكره هيكون تاثرها بهذه الحاله من الاضطرابات الجويه مختلف عن باقي المناطق الاخرى. لو اتكلمنا تحديدا عن منطقه شمال ووسط الصعيد المعنيه بمساله الرمال والاتربه المصهره اللي قد تصل في بعض الاحيان لحد العاصفه، متوقع ان تصل سرعات الرياح على هذه المناطق غدا ما بين 50 ل 60 كيلومتر على الساعه باثاره قويه للرمال والاتربه نتيجه هذه الرياح الجنوبيه الغربيه اللي هتؤدي لتدهور مستويات الرؤيه الافقيه على مناطق من شمال ووسط الصعيد، محافظات زي الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، كل هذه المحافظات ايضا مناطق من الصحراء الغربيه، وبينضم لها في نهايه اليوم مناطق من محافظه البحر الاحمر وخليج السويس. بالنسبة للقاهرة الكبرى طبعا نصيبها هو نشاط للرياح لكن أقل في سرعاته من نشاط الرياح اللي على مناطق وسط وشمال الصعيد، هتكون في حدود 40 ل 45 كيلومتر على الساعة بمصادر رياح أغلبها شمالية شرقية، وبالتالي من الممكن أن تكون مثيرة لبعض الرمال والأتربة في بعض الأحيان خاصة على الطرق الصحراوية وعلى المناطق المكشوفة. ايضا فرصه تساقط الامطار الرعديه هتكون في المقام الاول على السواحل الشماليه للجمهوريه، ممكن تمتد لبعض محافظات الوجه البحري وقد تصل في بعض الاحيان لمناطق من القاهره الكبرى. كمان عندنا ارتفاع طفيف في درجات الحراره على القاهره الكبرى غدا هيصل ذروته على محافظات شمال ووسط الصعيد، يعني نقدر نقول ان شمال ووسط الصعيد هيكون تحديدا تاثير الحاله دي عليهم بكره ارتفاع كبير في درجات الحراره اللي هتوصل ل 44 درجه مع نشاط رياح قد يصل في بعض الاحيان لحد العاصفه وتدهور كبير في مستوى الرؤيه الافقيه. القاهره الكبرى نشاط رياح اقل زي ما قلنا، ارتفاع طفيف في درجات الحراره هتوصل ل 36 درجه مئويه مع فرصه لتساقط بعض الامطار الممتده من الجزء الشمالي من الجمهوريه، في حين ان السواحل الشماليه ومحافظات الوجه البحري نصيبها هيكون فقط نشاط للرياح غير مثير للرمال والاتربه مع فرصه لتساقط الامطار اللي ممكن تبقى رعديه حتى وان كانت خفيفه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي، وشكرا جزيلا دكتور محمد علي فهيم، شكرا لحضراتكم. نروح لخبر اخر مهم جدا الحقيقه لانه يتعلق بحاله صحيه لطفله بنت صغيره 4 سنين كان عندها ورم كبير جدا الحقيقه، يعني حوالي 20 سنتي في 35 سنتي في منطقه الصدر، وأطباء المعهد القومي للأورام وأساتذة الجراحة في المعهد القومي للأورام قدروا إن هم يتعاملوا مع الورم اللي حضراتكم شايفينه بمنتهى الدقة. ورم كبير جدا في مكان صعب جدا قريب من القلب، وطفلة عندها 4 سنين. يا حبيبتي ربنا يا رب يتم شفاها على خير. ولكن قدر الفريق العظيم في المعهد القومي للأورام إن هو يجري هذه الجراحة بنجاح الحمد لله، ودي بتصنف من الجراحات النادرة والصعبة والدقيقة. برحب بالأستاذ دكتور عمرو الدميري استشاري جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة ورئيس الفريق الطبي اللي أجرى العملية. دكتور عمرو مساء الخير وألف مبروك وتسلم إيديكم. مساء النور أستاذ عمرو، أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. الحقيقة ورم 20 سنتي في 35 سنتي، وده أنا بتكلم على جسم طفلة 4 سنين، ده شيء لا يوصف، يعني تقريبا كان مغطي الصدر كله يعني. تمام بالظبط حضرتك اللي بتقوله ده كلام مظبوط. مساحة الورم وحجمه كانت تقريبا بتحتل حوالي 70% من القفص الصدري، لدرجة انها كانت ضغطة على القلب وزقان ناحية اليمين تماما، يعني هو القلب في المنتصف بيبقى قليلا الى اليسار، لكن من كبر حجم الورم ضغط عليه ضغط رهيب وزقه ناحية اليمين، ضغط على القلب، ده الرئة اليسرى او راحة للقلب يعني. بالظبط بالظبط، الراحة للقلب للناحية اليمين. مش بس كده، الرئة الشمال او الرئة اليسرى تقريبا ما كانتش ظاهرة في الاشعاعات المقطعية بتاعتها. مش بس كده برضو، ده كان الضغط بتاعه واصل انه نازل لتجويف البطن، منطقة الحجاب الحاجز اللي هي بتفصل ما بين التجويف الصدري والبطن،
ضغط على الأعضاء المهمة زي الكبد وزي الطحال، ومحسوس حتى من أعلى البطن، يعني نازل من تحت الضلوع ومحسوس من أعلى البطن. أصل 4 سنين قد يكون يعني الجزع بتاعها كله مش هيكمل 60 سنتي 50 سنتي، فيبقى في ورم 35 سنتي، ده شيء مرعب يعني، نص الجسم يعني. ده حقيقي فعلا، ده حقيقي بالظبط فعلا، كان حجمه ضخم للغاية، وكان تحدي كبير جدا لينا ان الجراحة ان شاء الله تتم على خير، والحمد لله ربنا كرمنا وتمت على خير الحمد لله. طيب الواضح ان كانت الفكرة فضل. بس ان حجم الورم اتفضل التحدي، يعني ارجو حضرتك تحطنا في صورة التحدي اللي حضراتكم عملتوه. هي الفكرة بس ان الطفلة كانت قبلها بسنة كاملة خضعت لجراحة في احدى المستشفيات خارج القاهرة، وللأسف طبعا كان في صعوبة في استئصال الورم في الجراحة الاولى، مجرد تم اخذ عينات فقط من الورم، وتم اخذ قرار ان المريضه هتكمل او الطفله هتكمل بقيه العلاج بتاعها اللي هو العلاج الكيميائي. لكن النوع ده من الاورام اللي هو البلاستوما اللي بتصيب الرئه معروفه ليها ضعيفه الاستجابه جدا للعلاج الكيميائي او الاشعاعي او اي انواع اخرى من العلاجات. فاخذت فعلا حوالي 12 جرعه كيماوي متواصله على مدار سنه كامله، يعني كان عمرها في الجراحه الاولى كان 3 سنين، لغايه ما تم تحويلها عندنا المعهد القومي للاورام، قعدت سنه كامله في محاولات اللي هي بتاخد العلاج الكيميائي. طبعا الورم ما استجابش، بل بالعكس حجمه تضاعف للضعف تقريبا، يعني كان في الاول في حدود من 10 ل 12 سنتي بالظبط، بقى اكثر شراسه. وكمان مع الجراحه السابقه مع العلاجات اللي اخذتها زاد التصاق الورم اكتر بعضله القلب، بالرئه، بالشرايين الرئيسيه، كان عامل احاطه شبه كامله للشريان الاورطي والشريان الرئوي. طب ازاي يا دكتور بمشرة الجراح ازاي قدرتوا تسلكوا القلب من الورم؟ ازاي تسلكوا الاورطه من الورم يعني ازاي؟ هو ده طبعا كله في الاول وفي الاخر بتوفيق ربنا وبدعاء الوالدين، يعني سبحان الله. لما الطفله تعرضت علينا ودرسنا الاشعاعات بتاعتها بالكامل، وما كانش ليها فرصه للاسف غير الاستئصال الجراحي، تم شرح طبعا الوضع للوالد والوالده بالكامل عشان لازم ياخدوا معانا القرار، وان العمليه الجراحيه فيها بعض طبعا عاليه الخطوره وهيبقى فيها احتمال مضاعفات عاليه جدا، لكن للاسف هو ده القرار الوحيد او زي ما نقول خط العلاج الوحيد بالنسبه لنا. وفعلا الحمد لله توكلنا على الله وتم استئصال الورم جذريا بعد جراحه قعدت 4 ساعات. استأصلنا الغشاء المغطي للقلب اللي هو غشاء التامور، جزء صغير من الرئه اليسرى، نجحنا فعلا ان احنا نحافظ على معظم الرئه اليسرى بالكامل. تم تامين الشرايين الرئيسيه اللي طالعه من القلب زي الشريان الاورطي والرئوي الرئيسي، تم استئصال جزء من الحجاب الحاجز الحمد لله، والمريضه بعد العمليه زي دي تم افاقتها من البنج الكلي بعد الجراحه 4 ساعات. البنوته اسمها يا دكتور؟ وكانت اتفضل اسمها ايه البنت؟ ايه اسمها ايه، ربنا يتم شفاها يا رب على خير ان شاء الله. وسبحان الله اللي حصل معاها دي ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى فينا يعني. بالظبط الجراحه بتاعتها الحمد لله مشيت على خير، وحتى الاقامه بتاعتها في المستشفى سواء في الرعايه المركزه لغايه ما خرجت بعد اسبوع من المستشفى كانت الحمد لله ماشيه فيري سموث، يعني ماشيه بسلاسه جدا بدون اي مشاكل ومضاعفات. حتى الاشعاعات اللي عملناها بعد كده الامور بدات ترجع لوضعها، يعني القلب بدا يرجع يحصل له شفت للمنتصف تجويف الصدر تاني، الرئه اليسرى بدات تظهر وتملى التجويف الصدري الايسر بالكامل. الحمد لله كانت بتخرج ماشيه كويس، بتاكل وبتشرب كويس. واهم حاجه في تقييم عمليات الاورام مش ان المريض فقط يقوم كويس من العمليه، لا، المتابعه ما بعد كده طبعاً. هل الجراحه فعلا كانت ناجحه لدرجه ان ما حصلش الحمد لله ارتجاع للورم؟ انا احب افاجئك بصراحه ان العمليه بقى لها 6 شهور، احنا مش لسه عاملين العمليه من 6 شهور كاملين يعني، احنا مع ان اعلن عنها قريب بس 6 شهور. ما احنا يعني الفكره في الجراحه مش زي ما اقول لحضرتك الاورام بالذات مش ان اللي احنا عملنا العمليه لا، هل المريض استفاد بعد كده من العمليه ولا لا؟ ما بعد العمليه يعني النقطه الاساسيه يعدي فتره زمنيه عشان تقيمه بالظبط. لكن احنا عملنا العمليه والمريضه خرجت بالسلامه وللاسف حصل ارتجاع او سيبنا اجزاء من الورم داخل، فما شاء الله 6 شهور ده فتره زمنيه معتبره كامله يعني. كل بالظبط كل متابعاتها الحمد لله زي الفل، مفيش اي اشتباه باي ارتجاع اطلاقا، حتى البنت زي الفل الحمد لله تحت المتابعه الدقيقه بتاعتنا،
وراجع لحياتها الحمد لله زي الفل. الحمد لله والله يا دكتور عمرو والله العظيم يعني اللي حضراتكم بتعملوه بتقوموا بيه, وحضرتك بتقول الموضوع من 6 شهور, واكيد اللي حضرتك والفريق اللي مع حضرتك والمعهد القومي الاورام اللي قمتم بيه, اكيد في من اطبائنا وكوادرنا الطبيه وتمريضنا بيقوموا زيه في اماكن كتير في مستشفيات مصر. يمكن اللي بيوصلنا بنعرضه, ولكن واضح الحمد لله ان احنا دايما الثقه بتتجدد في حضراتكم في اطبائنا وفي جراحينا المصريين, شيء عظيم, شيء بنفتخر به حقيقي. تسلم ايديكم ودايما في تقدم ودايما في نجاح. شكرا جزيلا دكتور عمرو الدميري استشاري جراحه الاورام بالمعهد القومي للاورام, شكرا جزيلا لحضرتك. نروح لملف مهم, وهو ملف العشوائيات والمناطق الخطرة والمناطق الغير آمنة. وده زمان لو نرجع بالذاكرة من 10-20 سنة مثلا, كانت الأماكن دي ما صعب جدا جدا حد ممكن ان هو ياخد بعضه وينزل, لأنها فعلا كانت غير آمنة. يعني لو مش عايز ارجع بالذاكرة كتير, ولكن نرجع شوية كده ونشوف صخرة الدويقة مثلا, لما حصلت صخرة الدويقة والضحايا اللي راحوا في صخرة الدويقة ومنطقة بحر البقرة واسطبل عنتر, وبعدهم بشوية بقى نلاقي تل العقارب, وننزل نطلع فوق شوية نلاقي مثلث ماسبيرو والمنطقة اللي هناك وأماكن كتير. أنا بتكلم بس على محيط يعني القاهرة, بتكلم في يعني 20 كيلو مثلا يعني, ولكن في أماكن كتير في مصر, في كل محافظات مصر تقريبا كان في بؤر عشوائية أو مناطق عشوائية غير آمنة على سكانها. الكام سنة اللي فاتوا الحقيقة واحد من أهم واحد من أكبر نجاحات الدولة المصرية في السنين اللي فاتت هي أنها ذات تتعامل مع الكابوس اللي كان اسمه المناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة. مش بس لأن كان شكلها وحش, مش بس يعني مش المعضلة دي بس, أو المعضلة ما كانتش في شكلها وحش, المعضلة انها كانت غير امنة على اللي عايشين فيها. اللي عايشين فيها كانوا في اي لحظة معرضين ان هم اما ان هم يفقدوا حياتهم, او ان احنا بنطلع اجيال ناقمة على كل ما هو حواليها, تفتقد لمعاني جميلة نتيجة للظروف الغير ادمية اللي الناس دي كانت عايشة فيها لعقود وسنوات طويلة جدا جدا. النهاردة بينا نشوف الاسمرات حاجة محترمة, اي حد من حضراتكم يقدر ياخد عربيته ويطلع على الاسمرات شوف الدنيا هناك ماشيه ازاي. بشار الخير, مثلث ماسبيرو اللي اكتمل, روضه السيده, لو رحنا بورسعيد هنلاقي, لو رحنا اسكندريه هنلاقي, لو نزلنا الصعيد هنلاقي. ملف الحقيقه قدرت الدوله المصريه ان هي تنجح فيه وبجداره, مش بس ان هي تقضي على هذا القبح على هذا الكابوس, ولكن كمان ان هي تبني الانسان, وده اهم, تبني الانسان اللي كان عايش في هذه المناطق, وكمان الجيل الجديد الولاد الصغيرين العشرة والثمانية والعشرين سنة اللي طالعين في هذه المناطق لا يطلعوا في مكان أكثر تحضر أكثر جمال, يكون عندهم وسائل أو سبل الحياة الكريمة. منذ عام 2014 ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية, وضعت الدولة على عاتقها توفير حياة كريمة للمواطنين بالقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة بمختلف المحافظات, وتطوير هذه المناطق حسب حالة كل منطقة من خلال تشييد مجتمعات عمرانية وسكنية جديدة متكاملة تتوافق مع مختلف الفئات وتتوفر بها كافة الخدمات, ما يسهم في توفير سكن ملائم يليق بالمواطن المصري واستعادة الشكل الحضاري للدولة. وكان من نتائج هذه الجهود إعلان مصر خلوها من المناطق غير الآمنة بنهاية عام 2021, وخلوها من المناطق غير المخططة بحلول عام 2030. وطبقا للتقارير, يبلغ عدد المستفيدين من تطوير المناطق غير الآمنة التي بلغ عددها 360 منطقة بمحافظات الجمهورية المختلفة
أكثر من 1.25 مليون مواطن بصورة مبدئية بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية وبتكلفة تجاوزت 60 مليار جنيه كتكلفة للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض، وذلك بواقع 33 منطقة غير آمنة من الدرجة الأولى و269 منطقة غير آمنة من الدرجة الثانية و34 منطقة غير آمنة من الدرجة الثالثة و21 منطقة غير آمنة من الدرجة الرابعة. وتتوزع هذه المناطق بواقع 54 منطقة بالقاهرة و31 منطقة بالجيزة وعشر مناطق بكل من الإسكندرية وبورسعيد وسبع مناطق بكل من الوادي الجديد وأسوان والبحيرة وجنوب سيناء والمنوفية وخمس مناطق بمحافظة السويس وثمانية مناطق بكل من المنيا ومطروح وأربعة مناطق بمحافظة دمياط و22 منطقة بمحافظة كفر الشيخ. كما تم التعامل مع 14 منطقة عشوائية غير آمنة بكل من البحر الأحمر والشرقية و34 منطقة بقنا و20 منطقة بمحافظة الإسماعيلية و11 منطقة بالغربية و13 بكل من محافظات الأقصر وسوهاج و17 منطقة بمحافظة بني سويف ومنطقتين بمحافظة أسيوط و16 منطقة بكل من الدقهلية والقليوبية. هذا ويبلغ إجمالي مساحة المناطق غير المخططة لعواصم مدن المحافظات أكثر من 150 ألف فدان، كما تصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية بها أكثر من 350 مليار جنيه. من مصر، عمرو موسى. الحقيقة من غير الإنصاف مش هكون منصف لو سألت المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، لو سألته ايه أبرز الأمور اللي تمت في العشر سنين أو في التسع سنين اللي فاتوا في ملف تطوير العشوائيات الخطرة أو الغير آمنة أو العشوائيات بصفة عامة. ولكن خليني أسأل المهندس خالد بعد الترحيب، ايه اللي انتوا ما عملتهوش يا باشمهندس خالد في العشر سنين اللي فاتوا، لأن ما شاء الله اللي تم كتير وبتشتغلوا عليه دلوقتي عشان تحققوا؟ أهلا بحضرتك. اهلا بيك، ازي حضرتك؟ الله يخليك باشمهندس خالد. يمكن يعني السؤال عجبني قوي. العفو. يعني ليه؟ لان السؤال ده بيقول خلاص بقى هنقعد نتكلم على احنا عملنا ايه في السنين اللي فاتت، وتفرجوا ايه رايكم في الجمال ده، ايه رايكم في الحلاوه دي. طب خلينا بقى نتكلم على احنا عايزين نعمل ايه السنين الجايه بالظبط، احنا بنخطط لايه. احنا بنخطط لايه دي هي الاهم دلوقتي. احنا بنقول رؤيتنا ايه في 2030. احنا كان اسمنا الاول صندوق تطوير المناطق العشوائيه، صح. النهارده بنقول ان اسمنا صندوق التنميه الحضريه. في فرق كبير جدا ما بين المسميين. المسمى الاولاني كنا معنيين ومهتمين بالقضاء على المناطق الغير امنه داخل الدوله، ويمكن الصوره جابت الشيء قبل وبعد، الشكل بقى عامل ازاي، كم اسره استفادت. ممكن التقرير خلاص اتكلم في كل الارقام، مش هعيد الارقام دي تاني. التقرير قالها وقال الارقام بالظبط فعلا حقيقيه، والصوره جابت الوضع ما قبل وبعد. الصور دي كلها حقيقه وناس عايشه فيها حاليا، ما هياش مكتات او صور افتراضيه او كنت لسه بقول في المقدمه شغل فيديو، شغل حقيقي وناس عايشه فيه. ياخد عربيته وينزل يلف يعني، ومثلا مثلث ماسبيرو اللي يعتبر احنا رحنا فيه كذا مره انا وانت سوا، وصورنا وهو بيتعمل، وصورنا في مرحله التشطيب، وصورنا في مرحله الكده، وبعد كده كان عندنا الوعد بالتسكين، والناس النهارده بتسكن، وفي كتير جدا من الاعلام اتكلم على اهالينا وخد منهم، ما خدش مننا احنا، ما سمعناش احنا بصراحه، هو سمع من الاهالي. كان اول كلمه قالوها الناس وكانت كلمه مهمه جدا جدا، احنا لغايه ما دخلنا شققنا كان ما عندناش ثقه ان الدوله تدينا الشقق دي على النيل بالشكل ده في المكان ده. فتخيل حتى لغيت ورجله على عتبه شقته كان الثقه، يعني خايفين ازاي الجمال ده قوي والشقه المصروف عليها ما يتجاوز المليون ومليون جنيه ونص على النيل كده، وكمان هيساوي 5-6 يعني حاجه، وما كانش كانوا خايفين من النقطه دي جدا. طب يعني دي نقطه مهمه جدا يعني. طيب احنا بقى بنقول احنا اللي احنا لسه ما عملناهوش وبنعمل ايه. احنا عندنا خطة احنا عاملينها لما جينا غيرنا نفسنا من صندوق تطوير المناطق العشوائية لصندوق التنمية الحضرية. عملنا دراسة
مع اليو ان هابيتات ومع استشاريين داخل الدولة، وعملنا تشريح للعمران في مصر. التشريح العمراني كان يشتمل على التشريح العمراني الاجتماعي البيئي النفسي الاقتصادي الثقافي، كل الحاجات دي عملناها في الدراسة بتاعتنا. طيب لقينا نفسنا، طب احنا هنسمي نفسنا ايه عشان نقدر نقول ان المجتمع العمراني في مصر محتاج ايه مننا؟ هل هو محتاج مننا ان احنا خلاص خلصنا موضوع تطوير المناطق الغير امنة وخلاص كده نقول نقفل الصندوق، ولا خلاص نستغل رؤية القيادة السياسية في التنمية والعمران والتطوير داخل الدولة، وتبقى فرصة لينا اذا ما استغلناهاش مش هيجي عندنا جيل بعد كده يستغل الفرصة دي ونظرة القيادة السياسية للدولة من حيث التنمية، يبقى كانت فرصة هنضيعها. لو ضيعناها مفيش غيرنا هيجي يعمل كده، ومفيش فترة هيجي فيها قيادة سياسية مهتمة جدا بالتطوير على هذا الشكل وبالسرعة الفائقة وبالإمكانيات المتاحة لينا. فبدأنا نقول يبقى احنا عايزين نعمل حاجة اسمها ايه، قلنا تنمية حضرية. قعدنا نقول تطوير حضري، لا قعدنا لغاية ما وصلنا كلمة تنمية حضرية. طب التنمية الحضرية دي كان ليها أربع أفرع رئيسية، من ضمنهم الجزء بتاع القضاء على المناطق الغير آمنة وخلاص خلصناه، والتطوير المناطق الغير مخططة شغالين فيه، والأسواق العشوائية ده جزء من الأربعة الموجودين عندنا. عندنا في التطوير للمناطق المميزة والأثرية زي القاهرة التاريخية، زي ما احنا شغالين فيها حالا دلوقتي في القاهرة التاريخية، زي ما شغالين في حدائق الفسطاط، شغالين في مناطق تاريخية وأثرية كان لا يمكن نشتغل فيها واحنا تحت مسمى تطوير عشوائيات، لان لا يقبل الخبراء والأثريين ان كلمة عشوائيات تطلق على هذه الاماكن او اي يد رغم تتعامل مع العشوائية تمتد ليها، ان الايد العشوائية امتدت ليها، يعني رغم ان الايد العشوائية بالفعل امتدت للاماكن دي زي سور مجرى العيون مثلا، يعني للاسف ممتدة ليها ووصلتها الحالة يرثى لها طبعا، خلينا نقولها باللفظ كده للأسف يعني. لكن طبعا بدأنا نشتغل فيها، وبدأنا نشتغل في مشروعات كتيرة جواه، والحمد لله النتيجة ظهرت للناس وشافت الشغل في منطقة الحاكم ودرب اللبانة وباب زويلة وحول الحسين ومنطقة حارة الروم، كل المناطق دي شغلنا فيها والحمد لله النتيجة ظهرة قدام الناس. طيب ايه التاني اللي احنا شغالين فيه؟ احنا شغالين في حاجة اسمها وخطة حطيناها اسمها تطوير عواصم المدن وعواصم عواصم المدن الكبرى. مظبوط. مستهدف 500,000 وحدة. التكلفة كانت قبل الاختلاف سعر الصرف كانت 120 مليار جنيه، وبنحاول نحافظ عليها ان شاء الله. فشغالين وشغالين مرحلة العاجلة، بس العاجلة بنسميها عاجلة، في 114,000 وحدة في 13 محافظة في 35 مشروع، ودي تكلفتها لوحدها كانت تتجاوز حوالي 120 مليار جنيه. انا اسف، الـ الخطه كلها 500,000 وحده 600 مليار جنيه. تمام. فاحنا بنتكلم هنا في نظرتنا للمستقبل، ازاي العواصم المحافظات اللي هي تقادم عليها الزمن حقيقي، ولكنها مش عشوائيه شويه، ولكن محتاجين هناك في احتياج شديد جدا للساكن والمواطن. مظبوط. للسكن فيها في حاجه كويسه، الناس ساكنه في بيوت لازقه ببعضها متقدمه، زي ما بيقولوا بيبني على الصمت. احنا بنعمل جوه المدن دي بنعمل فيها كومباوند. تخيل لما نبقى مثلا عندنا قطعه ارض بنبني على 25-30% منها بس، بنخلق الحاله اللي مش موجوده. يعني مثلا مواطن نفسه يسكن في كومباوند، بس كومباوند داخل المدينه اللي هو عايش فيها ويقدر على ثمنه، مستحيل. وازاي في الحاله دي كمان هيكون حاجه بسيطه، حاجه رمزيه يعني جدا يعني. وازاي ان هو هيسكن في مكان هو كان اديني حاجه وهفعلك فلوسك فعلا. مزبوط. بس نفسي اسكن في حاجه زي الكومباوند في التجمعات، بس جوه مدينتي القائمه. وفي نفس الوقت بديله الميزه دي، وفي حاجه تانية ميزه ما حصلتش قبل كده، ده انت هنعرضها للبيع ليك وهي جاهزه بنسبه 100%. يعني انت هتشتريها وتقسطها بعد كده وانت ساكن فيها، حاجه ميزه تانية. يعني احنا ازاي بنجهز المواطن؟ معلش يا فندم، عايز افهم الجزئيه دي من حضرتك عشان الناس اللي برضو اللي بيستمعوا لينا في مشروع التطوير الخاص بعواصم المحافظات. يعني هننزل على الزقازيق مثلا هيبني عدد ما من الوحدات، مثلا يكون 1000 شقه مثلا، يعني 1000 وحده سكنيه، هتطرح ازاي؟ ولا دي هتمشي زي ما اللي كان سابق حاصل مثلا في مثلث باسبيرو، ان المنطقه دي هتتهد ويطلع مكانها اماكن هيسكن فيها الاهالي، ولا في تصور تاني في التعامل؟ لا، هنا 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 المبادره بتاعه تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى هي عباره عن
احنا بنخاطب كل فئات المجتمع المصري، متوسط فوق المتوسط دون المتوسط، بديل للناس والراقي جدا، كل الفئات. فهنا في فئة زي اللي هو الراقي جدا اللي هو هبيعه وهكسب فيه، هصرف بيه على الفئات الأخرى، فهنا كلها متنوعة. هنا هطرح بسعر مثلا انا هبع اطرح في مكان ممكن يبقى هكسب فيه 1% فقط، 1% فقط من التكلفة، مكان تاني 4%، مكان تاني ممكن 10%، ولا يتجاوز ال 15% في اماكن اخرى. فهنا الموضوع كله يعني متنوع تماما في نوع لكن السكن ونوع الاراضي المواطن المستهدف. اراضي تابعة للدولة مش على منطقة مثلا سكنية ما تبع للدولة. ايوه عشان ممكن الناس تقولك لا يعني لا مش زي بيوت مثلا قديمة وهتتاخد وهتبنوا وهتبيعوا للناس، فممكن تتفهم غلط. لكن حضرتك بتقولي لا دي اراضي تبع للدولة، لا خالص عليها مشروعات دي. ايوه عشان بس في حضرتك عند السوشيال ميديا ساعات بتدور على حاجات كده ايه بين السطور. يعني انا لينا باع طويل في هذا الحوار مع بعض الحته دي، لان احنا يعني بنتكلم ان احنا لا احنا مفيش مواطن هتتاخد ارضه عشان تعمل عليها مشروع لمصلحه الدوله او حتى لمصلحه المواطنين. حتى لو مواطن هيتاخد ارض او نشارك ارض معاه هيحصل على ثمنها بقيمه سعر السوق، لكن هنا الحمد لله كل الاراضي اللي احنا بنطرح عليها المشروعات دي ايوه اراضي مملوكه للدوله، مملوكه للجهات التابعه للدوله كلها. وعلى العكس كمان ده في اراضي منهم مشروعات زي مشروع العجيزي، زي مشروع الجلاء في المنصوره، دي مشروعات بديله للناس معموله بدون قيمه خالص، معموله من الدوله لاهالينا اللي كانت ساكنه في المناطق دي. فدي دي مناطق يعني معموله الحمد لله للناس، وفي مناطق اخرى معموله بتكلفه يعني هنبيع بسعر التكلفه، في مناطق اخرى معموله هيبقى اعلى شويه في في في, في متقدمه شويه. ليه يا فندم بيخلق تنافسية؟ لما المعروض بيكتر ده بيخلق تنافسية وبينزل بأسعار الوحدات السكنية. طبعا هينزل بيها ان شاء الله. والناس بتقول لك يعني في بعض الناس بيقول لك ايه انتوا بتبيعوا غالي، بالعكس ده احنا بنقول لك ده احنا حتى كان في كنت في مجلس النواب امبارح عندي مساءله على ليه في اسعار غاليه، وريناهم كشوفات المصاريف كلها وادي المارجن بتاعنا حاطين 3%، فهم قالوا ازاي؟ وفعلا رجعوا الاسعار قالوا فعلا دي سعر التكلفه، ده سعر التكلفه الموجوده فعلا. فدي حاجه احنا يعني بنحاول نقدمها للناس. الموضوع هنا احنا عايزين مكسبنا الرئيسي الاول دائما ونصب عيوننا حاطينه هو الاول، ازاي نطور المناطق ونجمل مصر، ازاي نجمل مصر، دي المكسب الاول والاخير لصندوق التنميه الحضريه، هو ده المكسب الاول لينا فعلا. ازاي ان احنا بنخلق اماكن فرص واماكن تحديات نصرف عليها من اماكن الفرص، وده ازاي نقدر التحدي هنا في المكان ده اللي طبعا ازاي انا مثلا مكان كان ملوث احوله مثلا، تعال نتكلم في المنطقه بتاعه حدائق الفسطاط، حدائق الفسطاط دي 500 فدان في قلب القاهره، في القاهره في مصر القديمه كانت عباره عن مقلب قمامه ومخلفات. انت شفت دلوقتي الجزء الاولاني منها البحيره لما خلصت بقى شكلها عامل ازاي، والجزء الثاني كان جبل القمامه اللي هو خلف المتحف الحضاره، ده هيتحول لحديقه 500 فدان، حديقه من الحدائق اللي هتبقى على مستوى عالمي، على يعني تعد من الحدائق على مستوى العالم كله. ازاي بقى عندنا حديقه زي في مكان كان اسوء، كان اماكن تحديات، ويبقى مكان من اماكن الفرص في مصر تحقق استثمار ومتنفس للناس وفي خلق فرص عمل، وهنجيب شركات على مستوى عالمي الناس. يعني جميل ان ده اي حد بيعدي على المنطقه دي بيشوف كانت ايه وبقت ايه. ده احنا كلنا ثقه والله يا باشمهندس خالد ان اكيد كل حاجه بتطلع، اي مشروع بيطلع من تحت ايد صندوق التنميه الحضريه او صندوق تطوير العشوائيات زمان يعني بتطلع على احسن مستوى. عشان كده انا بدات اسال حضرتك في البدايه ايه اللي انتوا لسه ما عملتوهوش وهتشتغلوا عليه الفتره الجايه. حقيقي انا بشكر حضرتك وبتمنى لكم كل التوفيق باذن الله، ومنتظرين منكم في قادم الشهور والسنوات كل ما هو خير. شكرا جزيلا مهندس خالد صديق رئيس صندوق التنميه الحضريه. طيب هل ده بس يعني متعلق ب الاماكن الموجوده في القاهره اللي موجود مثلا في عاصمه المحافظات مثلا يعني في وجه بحري اسكندريه، ولا كمان الصعيد؟ يعني كان زمان الصعيد كان بيتقال دايما ان الصعيد محروم من عوائد التنميه، كان دايما نصيبه بيجي متاخر يعني في الطرق، في الخدمات، في التعليم، في الصحه، في التطوير، في الانفاق، في الميزانيات، في حاجه كتير جدا. ولكن أكيد أهل الصعيد أهلينا اللي بيشوفونا دلوقتي هم أدرى مني بالكلام اللي أنا بقوله. كم طريق اتعمل، كم مستشفى جديدة تم افتتاحها أو تم تطويرها، المدارس الجديدة،
محطات المية، محطات الصرف الصحي، القرى اللي دخلت في حياة كريمة، الإسكان الاجتماعي اللي أصبح موجود أو الأنماط المختلفة منه اللي بقت موجودة في الصعيد بشكل كبير جدا. يكفي بس احنا لو اتكلمنا على مشروعات المية ومية الشرب والصرف الصحي، دي كانت واحدة من العقد الكبيرة جدا أو منغصات الحياة على أهل الصعيد لسنوات طويلة جدا. كان ممكن يبقى ما بينه وما بين نهر النيل 2 كيلو 2 كيلو 3 كيلو، بس ما عندوش ميه حلوه في البيت، وده كان شيء قاسي، شيء صعب. ولكن النهارده ده واحد من اهم الملفات اللي الدوله اشتغلت عليها في البنيه الاساسيه خصوصا في الصعيد. نشوف التقرير ونرجع تاني مع حضراتكم. في دراسه تحت عنوان عقد من التطوير والتنميه في الوجه القبلي، استعرض المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حجم التنمية والتطوير بمحافظات الصعيد، حيث عانى سنوات من التهميش وندرة الخدمات والمشروعات التنموية. ولكن حرص الدولة المصرية بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون الاهتمام بالصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني، فشهدنا افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظات الصعيد. ومن خلال هذه المشروعات تم التأكيد على أن مصر تتوجه نحو عصر جديد وجمهورية جديدة، فقررت الدولة المصرية وضع صعيد مصر على قمة أولوياتها للتنمية، إيمانا بأهمية معالجة الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية، ولا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية وتنمية رأس المال البشري، والتركيز على تحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر، والعمل على ربط أولويات التوزيع الجغرافي بالاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزن كبير للمحافظات الأكثر احتياجا لسد تلك الفجوات، حيث عملت الدولة على تطوير البنية التحتية ومد جسور التنمية. وفي قطاع الطرق طورت أكثر من 6600 كيلومتر من الطرق، بالإضافة إلى 365 كوبري ونفقا بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه في كل مدن محافظات الصعيد، بالإضافة لإنشاء محاور للتنمية على النيل في صعيد مصر لربط القطاع الغربي بالشرقي على نهر النيل ليصلوا إلى ما يقرب 22 محورا، وذلك بتكلفة 45 مليار جنيه. وفي قطاع الإسكان والمرافق تم تنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وتنفيذ 188 ألف وحدة سكنية بتكلفة 41 مليار جنيه، بالإضافة لتنمية قطاع المياه والصرف الصحي. ففي عام 2014 كانت نسبة التغطية 85%، ليتم إقامة مشروعات لتوفير مياه الشرب ورفع نسبة تغطية الصرف الصحي ومعالجتها بتكلفة 45 مليار جنيه، وتنفيذ 12 مشروع مياه شرب. كذلك تم تنفيذ 224 مشروع صرف صحي ليغطي 33% من محافظات الصعيد. ومن المتوقع مع انتهاء المشروع القومي حياة كريمة أن تقترب هذه النسبة إلى 100%. من مصر محمد الجباس. من دقائق كنت بكلم مع حضراتكم على ما نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتشكيل لجنة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وفيها كل الجهات المعنية والأثرية وكل المكاتب الاستشارية والهندسية المتعلقة عشان تقيم الموقف بتاع نقل المقابر في السيدة نفيسة وفي الإمام الشافعي، وتحط مخطط ويعني دراسة الأسباب التي أدت إلى مخطط التطوير. هيتم تشكيل أو يعني بلورة رؤية متكاملة وتوصيات في مدى الأسبوعين اللي جايين، يعني على 1/7 زي ما بيقول بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على يوم 1 يوليو، 1/7 بعد 15 يوم تقريبا أو 16 يوم هيكون هذا البيان واضح لي، وهيعلن يتم الإعلان عنها للرأي العام. دي جزئية. الجزئية الثانية بأن الرئيس كمان وجه بإنشاء مقبرة الخالدين، الأسماء الكبيرة الموجودة ومقابرها موجودة في هذه المناطق، في الإمام الشافعي، في السيدة نفيسة، واللي كانت إما مياه جوفية، إما عدم تجديد، إما عدم صيانة، إما كان الأماكن دي للأسف كانت بتندثر وكانت بتتعرض لمشكلات كبيرة جدا. دلوقتي التوجيه بأن يكون في مقبرة للخالدين، حاجة كده تكون أشبه بمتحف بيجمع هذه الأماكن، وإذا كان في شواهد، إذا كان في أبواب، إذا كان في نقوش مثلا معينة موجودة
في جداريات للمقبرة بالكامل ازاي هيتم التعامل معها. نفهم هذا الامر، عايز كمان نعرف ايه مقبرة الخالدين، اهمية ان يكون عندنا شيء زي ده في مصر. والسوشيال ميديا كانت من اول ما الموضوع ده اتفتح كانت بتطالب لابد ان احنا نهتم، يعني مثلا زي قبر طه حسين، الشيخ محمد رفعت، بعض الاسماء السياسية الادباء، محمد سامي البارود، محمود سامي البارودي وغيرهم، يعني ان يكون في مقبرة بتضم هؤلاء الخالدين او هذه الاسماء. برحب بالاستاذ دكتور جمال مصطفى نائب الامين العام للمجلس الاعلى للاثار لشؤون الاثار الاسلاميه. دكتور مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. اولا شفت ازاي يا فندم هذا التوجيه او هذه الخطوه الرئاسيه اللي تم الاعلان عنها من دقائق؟ الحقيقه الخطوه دي طبعا بتاكد ان الدوله المصريه مهتمه اهتمام كبير جدا بتراثها، وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيكون في اوائل الصفوف لدعم التراث. احنا في الحقيقه المشروع اللي حضرتك بتتكلم عنه دلوقتي احنا شغالين فيه من حوالي 3 سنين، وكان في تنسيق تام مع الاجهزه اللي شغاله، وكان في عدد كبير جدا من الاستشاريين بالاضافه للمجلس الاعلى للاثار والتنسيق الحضاري، وعملنا خطط كتير جدا لبعض المحاور اللي موجوده واتنفذت والحمد لله. بس استجد معانا ان في محور اضيف في منطقه السيده عائشه السيدة نفيسة، لأن المنطقة دي حضرتك عارف الكوبري بتاع السيدة عائشة والمشاكل الموجودة هناك، وإن دي المنطقة اللي بينتهي فيها شارع صلاح سالم، فبيبقى دايما في أزمات مرورية وكان لازم حل المشكلة دي. فالجزء ده أخد شوية من بعض المقابر اللي موجودة على الجانبين، فده سبب بعض اللغط بين الناس والإشاعات، وكانت أجهزة الدولة كلها بتعمل انها تحط خطط، وفعلا كل الاجهزه المعنيه بدءا من مجلس الاعلى للاثار ووزاره السياحه والاثار ووزاره الثقافه ممثله في التنسيق الحضاري ومحافظه القاهره ووزاره الاوقاف، وكلنا اجتمعنا اكثر من مره وحطينا رؤيه، والرؤيه بالاضافه الى المفكرين والاستشاريين اللي قدموا رؤى، وكل الرؤى دي اجتمعت عند فخامه الرئيس وعند المسؤولين، وصدر عنها البيان الحالي اللي صدر من فخامة الرئيس، واللي بيأكد فعلا ان كل الخطوات اللي طرحت درست، والحمد لله ان القرار طلع كمان بتشكيل لجنة تضم كل المتخصصين والاثريين والكتاب والاستشاريين الهندسيين لتقييم الموقف. يعني مش بس ان احنا اللي احنا قدمناه نال، ان الحكومة قدمته نال اهتمام فخامة الرئيس، لكن سيادة الرئيس اصر على ان كمان يكون معنا جهات اخرى استشاريه لتقييم الموقف واعاده وضع رؤى، خاصه انت عارف حضرتك ان المنطقه دي هي مجاوره لعين الصيره، فعين الصيره اصلا منتشره المياه بتاعتها تحت المقابر، فعامله مشاكل كبيره جدا للمقابر الموجوده في المنطقه دي. فطبعا المقابر الموجوده حالتها خطيره جدا، ولابد ان احنا نحاول نحل المشكله، فاثناء ما بنحل المشكله لابد ان في اسماء كبيره مدفونه وليها تراث ضمن التراث المصري واصحاب دور في التراث المصري. ف الرئيس فكر بانه يكون في حديقه مقبره الخالدين، ودي طبعا بتبقى ممثله تقريبا للشهداء القوات المسلحه اللي بيدفنوا في اماكن مجمعه، لكن الخالدين دي كانت فكره جديده جدا، ولكن فكره يعني ضروريه لمصر، وهي الحقيقه مصر يعني كحضاره وكتراث لها السبق في الامور اللي زي دي. طيب. الحديقه دي ان شاء الله ده يعني يا فندم بنتكلم على مقبره الخالدين اللي موجودة في البيان الرئاسي اللي الرئيس وجه بيها ليتم إنشائها في مكان لسه بيتم تحديد المكان، يعني ده حضرتك شايف إن ده أو زي ما بيقول بيان هيضم رفات عظماء ورموز مصر اللي موجودين في منطقة السيدة نفيسة أو السيدة عائشة، والمقابر كان معظمها إما تهدم أو ما شابه، فده هيتم نقل هذه الرفات إلى المقابر الجديدة. ف من وجهة نظر حضرتك ايه ابرز الاسماء او اهم الاسماء اللي كانت ممكن مقابرهم كانت عرضة يعني للتلف، عرضة للسلب، عرضة للتشويه في الفترة اللي فاتت؟ الحقيقة هو في اسماء كتير جدا
ومنطقة السيدة نفيسة والسيدة عيشة فيها، اللي انت عارف المقبرة دي كانت الأقرب إلى القاهرة، ففيها أسماء كتير جدا. احنا مش عايزين نقول أسماء وننسى أسماء، لكن عندنا الحصر كامل، والحصر موجود مع الخطة الموجودة، وإن شاء الله كل الرفات اللي ليها تأثير في التاريخ المصري هتنقل جميعها وما سيستجد، لأن احنا ممكن يحصل عندنا مشكلة في أي مكان أو في أي مقبرة، فهيبقى المكان ده مجهز لنقل أي رفات لأي صاحب فكر أو سياسي أو اقتصادي أو كل من أثرى الحياة المصرية. فبالتأكيد دي هتبقى خطوة كبيرة جدا جدا، كل الأثريين وكل المهتمين بالتراث كانوا منتظرينها، وإحنا كنا امبارح كنا في ندوة في قصر الأمير طاز، وكان حوار شديد جدا، وإحنا أكدنا على أن إحنا الموضوع مطروح عند الرئاسة، وفي رؤية قريبا هتصدر، ولكن ما كناش متوقعين أن الرؤية تطلع فورا كده، ولكن سيادة الرئيس مواكب دايما للأحداث، وفعلا الحدث ده هيسري صدور كل المهتمين بالتراث، وهيخلي في حراك اقتصادي، حراك ثقافي، وحراك فكري، وهيخلي اي نشط الاستشاريين انهم يبداوا يشاركوا معانا مشاركه فعاله، وده دور الدوله المصريه اللي دايما حريصه على حفظ التراث وحمايته، واحنا كالمجلس الاعلى للاثار دورنا الحفاظ على الاثار، وطبعا هي كان الموضوع ده اكتر يخص التراث مش الاثار، لكن احنا بنشتغل كحكومه واحده وكدوله واحده، هدف واحد في النهايه، وبقيه الاجهزه اللي في الدوله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور جمال مصطفى نائب الامين العام للمجلس الاعلى للاثار، شكرا جزيلا لحضرتك. شبكات الربط البري داعم أساسي لمكانة مصر الإقليمية والدولية. منذ عام 2014 وتسعى الدولة المصرية لإحداث نقلة نوعية في ملف النقل البري، وجرى إطلاق خطة شاملة لتطوير الشبكة القومية للطرق. الخطة استهدفت إنشاء وتطوير 75 طريق بأطوال تبلغ 7000 كيلومتر من الإنشاءات الجديدة تماماً، علاوة على تطوير وازدواج 10000 كيلومتر طرق أخرى حتى نهاية عام 2024. تم بالفعل إنهاء أكثر من 50 مشروعاً، وتساهم شبكة الطرق المحدثة في نقل الأفراد والبضائع، وخاصة بين موانئ مصر المختلفة. اللي هسك بال من الاول لحد الاخر هيفضل مصنع الابطال. رقم تاريخي جديد حققه النادي الاهلي بتتويجه بدوري ابطال افريقيا للمره ال11 بعد تعادله في المباراه النهائيه مع الوداد المغربي في ملعب محمد الخامس، وبكده بيستمر الاهلي في المحافظه على لقبه المفضل كاكثر الفرق تحقيقا لاهم القاب الكره الافريقيه، واللي قدر يحقق بطولاتها سنه 83 و87 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021 و2023. انا قد الحياه وتحدي ولسه عندي قوه وعندي ألف سد وعدي أقوم وأطلع وأهد جبال. كمان حقق الأهلي رقم قياسي بتأهله لكأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، وبكده يوسع الأهلي الفارق لست كؤوس أمام تاني المتواجدين بالبطولة الزمالك ومازن بالكونغولي. وبعد التتويج انهالت التهاني البطل افريقيا من الانديه العالميه والعربيه زي مانشستر سيتي بطل اوروبا وبايرن ميونخ بطل المانيا واتحاد جده بطل الدوري السعودي. ولسه في اكتر من كده سنين واهنيه اهلي اكمل كمان في ضهري كتير من زمان معايا جماهير. لسه الناس بتحتفل من امبارح وفجاه تلاقي السوشيال ميديا الناس كاتبه على السوشيال ميديا ال 12 يا اهلي.
يعني 12 ال 12 بالراحه شويه. ده الناس بتوع الكاف بيقولوا للنادي الاهلي لو سمحتوا غيروا اللوجو عشان عايزين نحط النجوم. فالنادي الاهلي بيقول لهم طب نعمل ايه، ما فيش مكان للنجوم تاني اكتر من كده، والجمهور بيطالب بال 12 حاجه وتركيبه كده. النادي الاهلي ولاعيبته جيل ورا جيل مع الجمهور في الحقيقه عهد وفي اتفاق كده مع بعض. من خلال ضيوفنا الكرام هنحلل نشوف ايه اللي حصل امبارح وايه اللي جاي للنادي الاهلي واللي جمهوره كمان بيتوقعه منه. برحب بكابتن ونجم النادي الاهلي في التمرينات كابتن محمد حشيش. كابتن محمد مساء الفل، ازي حضرتك؟ مساء الفل وجمال، الله يخليك، مبروك عليك، وحشنا والله. الله ربنا يخليك، الله يخلي حضرتك. كابتن احمد عادل اهلا وسهلا بحضرتك، مشرف. ايوه سلام، دايما بسعيد انا موجود مع حضرتك. الله يخليك حشيش طبعا. الله يسلمك. توقعات امبارح كانت ميمي شغاله كويس جدا بصراحه، يعني هريجي عليها طبعا يعني. وكمان برحب بمعلقنا وحبيبنا كابتن ايمن الكاشف. اهلا وسهلا كابتن ايمن. اهلا وسهلا بيك يا استاذ عمرو، وطبعا انا سعيد النهارده في يوم جميل مش لينا بس، لكل المصريين، وفوز النادي الاهلي. وسعيد طبعا ان انا في صحبه كابتن حشيش وكابتن احمد، وطبعا وصحبتك تعيش يا كابتن ايمن، ربنا يسلم حضرتك. طيب ابدا مع كابتن محمد حشيش. والنهائي ده الناس كتير كانت بتقول ده واحد من اصعب النهائيات اللي الاهلي فاز بيها على مدى على مدى تاريخه من بين العشره السابقين ليه. الايام دي حضرتك كنت شايف ده؟ هو طبعا يعني بطولة يعني كبيرة وصعبة، وبالذات طبعا بعد التعثر اللي كان في دوري المجموعات في البداية، وكنا خلاص يعني على شفا ان احنا نخرج على ضرب الجزاء على ضرب الجزاء بتاع قطر الطاهر. انما الحقيقة ربنا كرمنا. الاهم من كده ان انت بقى ما استسلمتش بعد ما صعدت، لا المستوى ابتدى كيرف يزيد، المستوى ابتدى يزيد الحقيقة في طبعا ربع النهائي ونصف النهائي لغايه ما وصلنا لغايه النهائي. اللي كان مطمنا على الفريق لو احنا كنا لسه بالمستوى اللي بدينا بيه كنا هنبقى قلقانين فعلا ونقول لا مفيش فايده البطوله صعبه. انما مع ارتفاع المستوى، مش ارتفاع مستوى كمان يعني الافراد بس، لا الفرقه ككل الحقيقه، يعني كل الافراد مستواها عالي بمرور الوقت، بقى في انسجام كبير جدا بين اللعيبه، بقى في كم من اللعيبه الحقيقه الراجل ده كولر عمله ما كانش موجود صح. السنه اللي فاتت اللي قبلها اللي قبل ما يمسك كان هو عباره عن 12 لعيب نازلين طخ طخ طخ، عشان كده وصلوا النهائي مع الوداد السنه اللي فاتت. لا ما نستاهلش لان احنا ما جيناش الماتش، يعني كنا مرهقين وكان في اجهاد وما كانش في دكه قويه عكس السنه دي. انت السنه دي راح بالفول تيم بتاعك، لعيبه كلها جاهزه كلها فايقه، انت يعني بقيت تقول انا العب ده ولا العب ده. الناس قعدت تتبارى في الموضوع ده، طب ما نلعب في نص الملعب السوليه، طب لا مش ما كانش بيحصل الكلام ده قبل صح. كده كنا بنقول كنا عايزين نجمع بس 11 بالعافيه صح. فالحقيقه ده ادى اطمئنان للناس حتى مع صعوبه المباراه. ان انت رايح طبعا 2-1 نتيجه طبعا كلنا عارفين انها صعبه لاي فرقه راح تلعب المنافس، وما ادراك ما المنافس، منافس قوي عنده تاريخ عنده شعبيه جارفه في المغرب، استفزازات طبعا الشمال الافريقي هتبقى موجوده، مباراه صعبه جدا جدا برضو بتعمل حساب التحكيم لان انت اتقرصت هنا في البدايه من الشوط الاولاني في التحكيم الليبي، دخلنا على الناحيه الثانيه ما بقيناش عارفين نعمل ايه. انما كل ده والاهلاويه كان عندهم يقين ان لا ان شاء الله البطوله دي بتاعتنا، ان شاء الله هنكسب حتى بعد الهدف برغم ان احنا كنا سيئين الشوط الاولاني وما كانش لعب النادي الاهلي، كان كله معتمد على الكره الطويله اللي كانت بتقطع الكره الثانيه على طول متاخده مننا في نص الملعب، برغم ان انت موقف ثلاثه ديفندرات في نص الملعب، انما مش قادر تستحوذ، ما استحوذناش ما طلعناش. ما هو الاستحواذ اللي بيخليك تقدر تبني هجمات وتعمل اختراقات، ما هددتش مرمى مطير، ما عملتش يعني حاجه خالص. مرمى حارس الوداد احنا ما شفناهوش يمكن الا في هجمه واحده بس في المقابل ان الفرقه الثانيه راكبه عليك من بدايه المباراه والهدف اللي جه وكان في خطوره وكنت على طول كمان في كم كور ثابته اللي هي اخطر حاجه صح. بالنسبه للوداد كانت من اليمين والشمال. انما الشوط الثاني الحقيقه بالتغييرات اللي اتعملت وغيرت الفكر شويه وبقى في استحواذ وبقى في لعيبه كوره بتمسك كوره، حصل استحواذ من النقطه دي. انا عن نفسي يعني قلت لا ان شاء الله الهدف جاي عظيم، والحمد لله ربنا كافئنا بالهدف. ويمكن انا كنت في برنامج ليله المباراه وقلت لا قدر الله جه فينا جون يا ريت يجي بدري
ما جيش متاخر، لان الهدف ده لو جه متاخر في الشوط الثاني مع شمال افريقيا مش هتشوف حاجه، مش هتعرف التعويض هيبقى باي طريقه باي اسلوب بقى شرعي او غير شرعي. صح. انما الهدف جه من بدري، عشان كده انت يعني تمسكت الشوط الثاني وكنت حاطط هدف، وقلنا اهم حاجه في المباراه دي ان انت تتمسك باراده الفوز. انت راح تكسب، مش رايح عندي ثلاث فرص يكسب يا تعادل سلبي يا ايجابي، لا انت رايح عشان تكسب. مزبوط. فاراده الفوز واراده احراز الهدف كانت باينه في اللعيبه، والدليل عليه ان شاء الله يعني الحمد لله ان جه الهدف بتاع عبد المنعم اللي قتل المباراه. يعني هنيجي على على طبعا على تفاصيله، ولكن كابتن احمد عادل في الظروف في زي دي وحركه لعيبه النادي الاهلي ومريت معاه بظروف مشابهه لده، يعني الى اي مدى كنت شايف ان لعيبه النادي الاهلي خصوصا بعد الجول يعني بعد الدقيقه 26 ازاي كان في حاله التعامل الذهني؟ يعني شويه احنا حسينا ان اللعيبه لا اتاثروا، بدات الاعصاب تتوتر، بدا يبقى في انفعالات احتكاكات مع الحكم. بتتعاملوا ازاي في الموقف ده؟ او شفت تصرفات لعيبه النادي الاهلي امبارح في التوقيت ده ازاي بعد الهدف لغايه يعني يمكن الدقيقه 60 مع التغييرات اللي حصلت؟ بص يا عمر، خلينا نبقى متفقين ان دايما مقاومات البطوله داخل اوضه لبس النادي الاهلي، ودي اللي بيتحكم فيها بشكل كبير جدا اللعيبه الكبيره داخل اوضه اللبس دي. الحاجات اللي هي خارج الامور الفنيه، خارج الامور الفنيه ترابط اللعيبه، ثقه اللعيبه بينهم وبين بعض، تقارب الخطوط على المستوى الفني، ده اللي بيديهم دايما الافضليه. تنفيذ تعليمات الراجل، وهنا كواليتي اللعيبه اللي موجوده عندك لما معاك زي مستر كولر او مدير فني كبير، وان انت تنفذ التعليمات. وانا بشوف ان من اهم التعليمات تنفيذ الكور الثابته، تنفيذ الكور الثابته اللي دايما لعيبه النادي الاهلي بتبقى مصر عليها، الراجل بيبقى مصر عليه، لان الهدف اللي جابه عبد المنعم مش من وحي الحظ او وحي الخيال، لعبه مدرب عليها بشكل جيد. دايما بنتكلم لو هتروح الامور الفنيه، دايما لما خلاص انت الكوره مقفله معاك او مش ماشيه معاك، وباخد كلام الكابتن حشيش ان بعض الفترات ان الامور مقفله مفاتيح اللعب قافلين عليك بشكل جيد، بتلجا للبلان بي هي الكور الثابته. طيب لو جبنا كره الهدف، تمام، هدف محمد عبد المنعم، انا عايز حضرتك وكابتن ايمن برضه هيشاركنا وكابتن حشيش نشوف، لان حد يقول لحضرتك ايه ده حظ، ايه الحظ ده؟ هل شفت هدف محمد عبد المنعم؟ وهنشوف دلوقتي التحركات جوه منطقه الجزاء من لعيبه الاهلي كانت عامله ازاي. هل الهدف ده هل هو حظ ولا هل هو تكتيك وجمله متفقين عليها؟ لو هنرجع لو كنترول يقدر يساعدنا ان هو يجيب هدف عبد المنعم في الاتحاد المنستيري، ايوه الاتحاد المنستيري نفس اللعبه على الاولانيه، ان السوليه بيبقى واقف على الاولانيه وبعد كده بيفضي لعبد المنعم اللي بيجي من الحركه، لان دايما اصعب حاجه على حارس المرمى هي العارضه الاولانيه. صح. العارضه الاولانيه دي بتبقى بتربك له حساباته. ادي قدامنا من صفحه تكتيكانو، عشان نشكرهم الحقيقه على التحليل اللي هم عاملينه، هي يمكن على الشاشه الكبيره باينه في الدايره دي عمرو السوليه ووراه عبد المنعم، وفي دايره فاضيه هناك سودا اللي عند سامبو دي مساحه خاليه لا يتحرك لها عبد المنعم. دايما بص حضرتك هتلاقي عبد المنعم واقف على نقطه البلن، هو مش واقف من الثبات، هو بيجي من الحركه. أيوة. لانه بيبقى جاي مش مراقب دايما من الحركه، هو مواجه للمرمى، دي دايما اللي متمرنين عليها بشكل، واللي بيعملها كويس علي معلول، يمكن زي ما كنا بنتكلم في خلاص حاططها له في نفس يعني في الدايره السوداء في المكان اللي هيروح له. كنا احنا فعلا بنتكلم مع كابتن ايمن خارج الهواء على ان اللي قبلها كان قفشه كان بيلعبها، بس لعبها بشكل غير من الناحيه الثانيه، لكن اللي متعود يلعبها دايما علي معلول، ولانه بيلعب دقه بيعملها جامده، دي بتساعدك انت حتى كسرد باك، حته التوجيه بتروح بقوه، لان هي لو جايه ضعيفه مش هتروح بالقوه دي، هتروح بالشكل، لكن لو مرفوعه بشكل سريع او قوي حته التوجيه هتروح برده سريع. فهنا ده دي حاجه متمرن عليها، ودي ترجع للراجل أكيد. وتنفيذ تعليمات اللعيبه او تعليمات الراجل دي بشكل كبير جدا طبعا. عايزه كواليتي لعيبه عنده خبرات كبيره جدا، وده اللي انا بتكلم فيه دايما. لعيبه النادي الاهلي عندهم قوامات البطوله، حاسين بقيمه تيشيرت النادي الاهلي كويس، حاسين ان السنه اللي فاتت ان الفرقه دي في الملعب ده اتاخد مننا البطوله، فدايما دوافع لعيبه النادي الاهلي متجدده دايما أكيد. فده اللي بيدي البطوله طبعا. فعشان كده ببارك طبعا لكل جماهير النادي الاهلي واللعيبه والجهاز، وان شاء الله ال 12 ان شاء الله باذن الله. طيب الزملاء هيجيبوا لي دلوقتي الصوره بتاعت علي معلول ومحمد عبد المنعم، الصور بتاعتهم اللي بعد الهدف، لان الاثنين يمكن كنت بقول في البدايه ان الاثنين اتعرضوا لضغط نفسي شويه. صحيح. بعد طبعا. مباراه الذهاب الناس حملتهم شويه مسؤوليه الهدف بتاع ابو هره، صح كده، الهدف اللي احرزه الوداد. الصوره دي او الثلاث صور دول الناس بتشوفهم احتفال علي معلول ومحمد عبد المنعم، ولكن
كتير جدا او ممكن في ناس تقول لا ده مش احتفال. الصورة دي كابتن امل الكاشف شايفها ازاي؟ شايفها ان هي يعني عارف مباراة النهائية دي بتبقى تكليل الجهد، تكليل لمشوار تعب من دور ال 32 لمرحلة المجموعات للقاءات مع ابطال، ده اسمه بطولة دوري الابطال. انت بتلاعب فرق ومدارس كروية من مختلف القارة السمراء، بتلعب بتواجه سان داونز بطل جنوب افريقيا سرعة ومهارة، بتواجه شمال افريقيا، بتواجه القارة السمراء مثلا في الغرب او في الشرق، بتواجه ابطال بمدارس مختلفة. فكون ان انت تيجي في المحطة الاخيرة وممكن اللاعب جوه الملعب خلال التسعين دقيقة بيتعرض للعدد كبير من المواقف، قد يصيب وقد يخطئ. والمشكلة الكبيرة ان اللاعب الكبير قدام الضغوط وقدام جماهير النادي الاهلي اللي عينها على اللقب ولا شيء اخر غير اللقب، لما بيخطئ ويتحمل ويحس انه هو كلف فرقته هدف ممكن يكون سبب مباشر في فقدان البطولة بعد مشوار طويل، بيبقى طبعا ضغط نفسي رهيب. طبعا اصعب شيء على لعيب الكرة ومعانا كباتن كبيرة يعني هي الضغوط. أكيد. الضغوط الجماهيريه يمكن يتعودوا عليها، لكن ضغوط المسؤوليه ان انت مسؤوليه الفريق، الفريق لعبه جماعيه، كره القدم لعبه جماعيه، لكن بتعتمد بشكل كبير على القدرات وكفاءتك الفرديه وعلى تصرفك واتخاذك القرار الصحيح في مواقف شتى. فطبعا كان في مسؤوليه على علي معلول وكان في مسؤوليه على عبد المنعم في الهدف اللي استقبله شباك النادي الاهلي في مباراه الذهاب. فكون ان هما الاثنين يبقوا مشتركين في هدف البطوله وهدف عوده البطوله من بعيد، صح. وسط زخم جماهيري ووسط ما كان خلاص تقريبا الجمهور المغربي بدا يحس، ابتدى يحس خلاص احتفل يعني، والمباراه توقفت بسبب الشماريخ وحجب الرؤيه والمسائل في شمال افريقيا. اعتدنا ان هما لما بيصلوا للهدف يعني لما بعد ما بيسجلوا الهدف رتم المباراه بيقع بشتى الطرق، باصابات، بايقافات، بخناقات، بقرارات تحكيميه، بشماريخ بيهمد الخصم يعني، وفي نفس الوقت بيحافظ على المردود البدني عنده. فكل تحس ان انت 90 دقيقه اصبحت مقسمه 10 دقائق وايقاف، 5 دقائق وايقاف، فانت ما بتفقدش المخزون البدني وتفضل واقف على رجليك طوال التسعين دقيقة. كل ده انتهى بهدف عبد المنعم، لان هدف عبد المنعم خد البطولة من كازابلانكا وداها في الجزيرة في القاهرة، صح. فالمسألة اختلفت تماما، الفرحة والصورة المعبرة اللي حضرتك عرضتها للسادة المشاهدين دي صورة عميقة يعني، مشاعر بقلب فيها صدق، لان انت من مركز الوصيف وفقدان للبطولة تاني مرة في نفس الملعب، مع المسؤولية ان انا السبب، مع احساسي ان انا السبب، لاحساسي ان انا وانت عملناها، أيوة. حققناها، جبناها. اذا كنا اخطأنا فكرة القدم بتعترف دايما بالخطأ وبالصواب، صح. لكن زي ما الكابتن حشيش قال، ايمانك، ارادة النصر، هي دي الارادة، ارادة النصر طبعا مليون في المية. فالصورة دي صورة معبرة جدا جدا. يمكن علي معلول كمان يعني قالها في حديث بعد المباراة على طول، قال يعني انا فرحتي كبيرة جدا جدا وبكى. لان انا عشت اسبوع علي ضغط جامد، لان طبعًا. انا كنت احد اسباب او مشترك في سبب الاحراز الوداد الهدف وكده، فكان عليا ضغط جامد جدا جدا، وكنت عايز اعمل حاجه عشان اعوض الحته دي. هو بنفسه يعني مظبوط، فهو زي ما كابتن ايمن بيقول، هو العناق ده ترجمه للي عارف اللي انت مضغوط اللي جواه، وفجاه بقى خلاص بتطلع بفرحه بقى. فعلا دي حاجه بتبين قد ايه ان انت لعيب عندك شخصيه، بالظبط. مع اي لعيب تاني ممكن يفقد الثقه في نفسه، صح. ممكن يطلع بره تركيزه، مزبوط. لكن اصرارهم هما الاثنين زي ما بيقول كابتن ايمن، ان احنا اللي هنجيب البطوله، ان احنا اللي هنجيب البطوله تاني وهنرجعها تاني، فدي مسؤوليه دي اللي عند لعيبه النادي الاهلي دي، صح. هنا شخصيه لعيبه النادي الاهلي متوفره، دول اكبر مثال الصوره حقيقة. ان احنا فعلا الاثنين اخطانا في المباراه الاولانيه، ممكن مع اي ضغط تاني
ياخدهم لتحت او يطلعوا بره تركيزهم. مع ذلك بالعكس هم كانوا السبب في ان البطوله تروح من كازابلانكا ترجع تاني القاهره. هنتكلم على امور لسه فنيه وفي شويه لقطات وصور هنسال حضراتكم عليها بكل تاكيد، ولكن اسمحوا لنا نرحب بكابتن آسر حسين ناقدنا الرياضي العزيز وضيفنا اللي دايما بنعتز بوجوده معانا. مساء الخير يا كابتن آسر، ازاي الصحه؟ يا مساء الفل على حضرتك يا استاذ عمرو، وحشني. مساء الفل على الكباتن الكبار اللي موجودين معاك، الله يبارك لهم، مبارك لجمهور الاهلي العظيم والمصري طبعا. الله يخليك ويبارك فيك. دايما بنطلع بنتكلم مع حضرتك على الدوري الانجليزي واخباره وصلاح والكلام ده. النهارده بعد فوز النادي الاهلي من امبارح بدا نشوف المان سيتي يعلق بصفحته بالعربي للنادي الاهلي ومستنيينك في السعوديه، ويعمل له غمزه كده، نلاقي استون فيلا ينكش النادي الاهلي، الادمن بتاع الصفحه يقول له وبعدين بقى يعني احنا طيب كل شويه هنقعد نهني النادي ده ولا ايه؟ بالظبط. ارجوك قول لي، طبعا يعني الادمنز بيبقى فيه مصريين وفي عرب هم ماسكين الصفحات تحت اشراف الانديه الانجليزيه طبعا، ولكن الى اي مدى شايف ان الاهلي عمله بتكرار الانتصارات بتكرار الحصول على البطوله للمره ال11 ازاي ده مسمع مش بس على المستوى الافريقي ولكن كمان على المستوى الدولي او حتى على مستوى اوروبا؟ ايوه استاذ عمرو، انصافا يعني لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، النادي الاهلي للمره المليون هو الحقيقه بيحفظ كرامه الكره المصريه وهذه الرياضه في مصر الحقيقه. بعد عام العام الماضي بالتحديد عام كان في خيبه امل كتير جدا للكره المصريه على مدار جميع المنتخبات والاعمار السنيه، النادي الاهلي بيحافظ على كرامه الكره المصريه، تحقيق اللقب ال11 في افريقيا وكانه يواجه القاره وحده من مصر، هو ممثل مصر اللي بيحقق 11 لقب. الكلام على مانشستر سيتي طبعا والاحتفاء بالنادي الاهلي، النادي الاهلي بيحط نفسه دايما في الوضعيه دي ان انديه العالم تتكلم معاه انه يكون بينافس زعيم الكره في العالم وهو ريال مدريد على الاكثر تحقيقا للالقاب القاريه. فبالتالي قيمه النادي الاهلي وقيمه لاعبيه اللي بتورث جيل بعد جيل في تحقيق الالقاب تحت اي ظروف، لما وكمان خلق الدافع يعني نجح. انا بعتقد ان عمليه استفزاز لعيبه النادي الاهلي وهذا الجيل من النادي الاهلي نجحت بنسبه 100% ان النادي حقق البطوله على حساب النادي الاهلي، الاهلي راح اخذ اللقب وحقق اللقب من قلب كازابلانكا. اداء طبعا عظيم من لعيبه النادي الاهلي، اداء اعظم من مارسيل كولر، وبالتالي النادي الاهلي بيشارك في كاس عالم الانديه وهو خلاص كده بيكتمل عقد الست فرق وبتقام في بلدنا الشقيق السعوديه. ونتوقع ان شاء الله طبعا بنتمنى الحقيقه مواجهه طبعا مع دلوقتي بقى زعيم الكره او الفريق الاقوى والاشرس في العالم هو مانشستر سيتي. فبالتالي النادي الاهلي يستحق ده ويستحق يكون على المحافل الدوليه. يا استاذ عمرو دي امنيه صعبه، دي امنيه ولا تدبيسه يا كابتن آسر؟ طبعا يعني يمكن الشائق قدر ان الاهلي شارك في البطوله الماضيه امام ريال مدريد، النهارده باقدامه باستحقاق هو حقق بطوله افريقيا، بالتالي هو بيستحق انه يحط نفسه طبعا في انه يواجه سخن الجمهور عليه مش عارف اوروبا، وبالتالي مانشستر سيتي المدجج بالنجوم دول طبعا انك تلعب المباراه دي بحد ذاتها ايا كانت النتيجه مكسب كبير جدا. طب يعني اذا كانوا امبارح قدروا على سامبو ماشي ماشي، انما هالاند هيعملوا ايه مع هالاند؟ هنجيب له مين يعني؟ الشحات ياسر وعبد المنعم، ياسر وعبد المنعم هيقفوا على اكتاف بعض يعني. يعني انا بتكلم على لاعب طبعا، يعني انا عارف حضرتك تقصد ايه، لكن احنا بنتكلم على لاعب الحقيقه شفنا شخصيته امام في مباراه ريال مدريد، بنتكلم على فكره الدوافع ان اللعيبه انها تلعب المباراه دي يا استاذ عمرو بحد ذاته تتويج. صح طبعا، يعني شفت مباراه النادي الاهلي في مباراه ريال مدريد ما كانش والاهلي وبايرن ميونخ قبل كده كعادتها كانت بتمني النفس بالفوز، لكن النادي الاهلي راح يلعب فعلا على الفوز، لكن طبعا خبرات ريال مدريد والفوارق هي اللي حسمت اللقاء. بالتالي بتوقع نفس الشيء اذا تكرر اللقاء امام مانشستر سيتي، وبالتالي النادي الاهلي اتعود على التتويج. صحيح انه لم يتعدى البرونزيه، لكن كان في استياء كبير جدا من جمهور النادي الاهلي البطوله اللي فاتت انه ازاي احنا عايزين نوصل للفاينل. فكل شويه الاستحقاق او التمنيات او بتعلي سقف الطموحات عند جمهور النادي الاهلي. مظبوط، ده ما لحقوش يحتفلوا بال11 وجاي يقول لك ال12 يا اهلي يا كابتن ياسر. طيب بشكر حضرتك، شكرا. بسم الله ال12 بقى لسه هنتكلم ال12 لسه هنحتفل بال11 يا استاذ عمرو، خش على ال12. ربنا يكرمك يا كابتن ياسر، متشكر جدا لوجود حضرتك معانا الليله يا كابتن آسر حسين، شكرا جزيلا لحضرتك. نرجع تاني مع ضيوفنا الكرام، فاصل سريع ونرجع تاني نتكلم على المدير الفني الثعلب او جده مارسيل كولر زي ما الجمهور بيسميه بعد الفاصل. ارجوكم خليكم معانا. كان والحاضر انا الاسم اللي هز الجبال من الاول لحد الاخر يا
وعدي اقوم واطلع وهد جبال. انا الاسم اللي لف الدنيا وماضي تشيرت في اليابان، بطل عدى حدود افريقيا ولسه في قلبه حلم كمان. في ضهري ومن سنين اواني قولوا بدت كتير علشاني. انا الاهلي اللي صان العشرة دهب مش عشرة ولا بهتان. بدايتي وكانت كده بنت في سنين كل ده ولسه في اكتر من كده سنين وهنيها. اهلي اكمل كلام في ضهري كتير من زمان. رجعنا تاني مع حضراتكم وبرحب بضيوفنا ونجوم النادي الاهلي ونجوم التحليل والتعليق الرياضي كابتن محمد حشيش. عايز اسال حضرتك على اداره الكوتش، اداره مارسيل كولر للمباراه. فاجئ الجميع ان هو نازل ضاغط، شفت ازاي اتعامل مع المباراه وازاي قسمها؟ هو مبدئيا طبعا كل مباراه لها طبيعه معينه والطريقه اللي انت بتادي بيها او اللي انت بتخطط انك تلعب بيها بتبقى لها عوامل كتير. الماتش على ارضك، بره ارضك، ماتش ذهاب، ماتش اياب، انت عايز ايه من المباراه. كل الحاجات دي هي اللي بتحدد الطريقه اللي انت يعني هتلعب بيها. كذلك برضو نوعيه اللعيبه اللي معاك، ما انا ممكن اكون عايز العب بطريقه معينه ما عنديش امكانيات لعيبه تنفذها. صح. يعني فدي صح. برضو الاعتبارات دي كلها واجيب نتيجه عكسيه. انما احنا بنتكلم على الخطوط الرئيسيه، في مدارس في الموضوع ده. يعني في بعض المديرين الفنيين في ماتش زي بتاع امبارح ده ممكن اقول لك انا اتحفظ في البدايه خالص واقفل عشان ما يجيش فيا جول، لان طبعا معروف ان اول ربع ساعة في المباراة اللي بره ارضك وفي وسط الجمهور الجامد ده ممكن يخطف حاجة يعمل حاجة، فممكن اتحفظ. في واحد تاني يقول لا، طب ما انا باغت وفاجئ، يمكن انا اللي انول الحظ ده وان انا احرز هدف. وبتبقى بعد كده في سيناريوهات بقى على حسب طبيعة المباراة وعلى حسب اداء الفرقة التانية برضو. مع اداء الفرقة التانية برضو بيخليك انت برضو تتعامل مع الاداء ده. ممكن يبقى في بعض الاوقات او البداية بتاعتك بتاعت اللعيبة ما تبقاش كويسه، يعني ممكن في لعيبه بتبتدي مثلا بعد نص الشوط الاولاني تبتدي تفوق، ما تدخلش في المباراه من البدايه. في بعض اللعيبه كده، في لعيبه بتبقى مش في حالتها. فكل ده يعني بيبقى المدرب شايفه من بره وقاعد قريه وبيتكلم. هو اعتقد ان هو كان مقسم الماتش لاكثر من سيناريو، واول سيناريو حطه قدامه هو احراز هدف للوداد. هيعمل ايه؟ لان المفروض ان في المباراه دي لو الفرقه اللي قدامك احرزت هدف ممكن يبقى في حاله من الانهيار بعد كده، ممكن يجيب الثاني والثالث زي ما حصل المباراه اللي هي بتاع العام السابق. فهو اعتقد ان هو يعني جهز اللعيبه كويس قوي نفسيا، انها حتى لو يعني وارد قوي ان يجي فينا هدف، وده طبيعي بتاع فرقه بتلعب على ارضها ومغلوبه 2-1 وعايز طوق النجاه بالنسبه لها 1-0، فده وضع طبيعي انها تحرز هدف. فهو زي ما بقول لك ضغط في الاول شويه وبعد كده ابتدى يقفل في نص ملعبه. خرج بالشوط الاولاني 1-0، هو عنده فرصه ان حتى في الشوط الثاني لو جه فيك الهدف الثاني، واكيد قال لهم الكلام ده، انت عندك فرصه لغايه اخر ثانيه تحرز هدف هتتعادل. فانت الفرص موجوده معاك، يعني الماتش ما ماتش بالهدف الثاني كمان. ده انت عندك على الاقل لو حتى جه فيك الهدف الثاني وجبت جون هيبقى تعادل بالظبط، يعني. وبتلعب على الجانب النفسي بتاع الفرقه الثانيه، لان الفرقه الثانيه زي ما انت قاريها هي قارياك، هي عارفه انها بالنسبه لها الهدف اللي في مرماها ده هيقتل الماتش، نوك اوت خرج، عايز هدفين عشان مزبوط. يتعادل فاهم ازاي؟ فهم برضو عارفين قدرات النادي الاهلي، هم ما بيلعبوش فرقه قليله، عارفين بطل افريقيا، عارفين تاريخ، عارفين لعيبه. المدير الفني البلجيكي فان بروك كان نازل عامل حساب ده في طريقه تعامله في اول ربع ساعه. هو اعتقد ان ادارته للمباراه الاولانيه كانت احسن من المباراه الثانيه، لان هو بعد الهدف يعني اللي جابه نزل في الشوط الثاني برضو مريح شويه. تغييرات كولر طبعا قلبت المباراه طبعا، لان انت كنت طبعاً محتاج زي ما بقول لك ان انت مش قادر تبني هجمه، مش قادر تستحوذ، ان الكره بتيجي من الشناوي لاي حد من الطرفين او المساكين بيروح لعبها طويله قدام بتتقطع بتيجي عليك هجمه. فانت هتعمل اختراقات ازاي وهتلعب على الجناحين ازاي؟ لازم يبقى في استحواذ. فوجود طبعا قفشه لما نزل تحت ومسك الكوره، ونزل عبد القادر
وطلع الناس برضو اللي كانت اعصابها شد، يعني الشحات برضو حس ان هو خد انذار وهو خارج عن منفعل وكده، فممكن يطرد. فهو التغييرات دي ابتدى يمسك كوره، عبد القادر يمسك الكوره تحتيه، وكان مطلوب قوي في الماتش ده ان انت واحد يموت الكوره شويه تحتيه، ما تلعبش لعب سريع في اوقات معينه، مش يعني ما ينفعش تجاري الفرقه الثانيه في الريتم، لازم تمسك كوره وتهدي وتنقل. وحتى في بعض الاوقات في الناس اللي كانت بتتفرج يقول لك احنا مغلوبين واحد وقاعدين تنقلوا في نص ملعبكم من الناحيه دي للناحيه دي، لا مظبوط، ده هو تكتيك معين انك بتسحب الفرقه الثانيه وبتريح نفسك وبتدي نفسك، انت عارف الاستحواذ ده اولا بيرفع معنويات الفرقه بتاعتك، وفي نفس الوقت بيعمل احباط مع الفرقه الثانيه ان انت معاك الكره لفترات طويله، هو انا فين القصه ايه؟ انت فاهم ازاي؟ وابتدينا نشوف الهجمات، وابتدينا نشوف الكور الكورنرز اللي ما كانش فيه في الشوط الاولاني حاجه زي كده، واحده في الثانيه الهدف جه. طبعا الهدف كان بمثابه يعني طوق النجاه، لان انت يعني النادي الاهلي لما يجيب جون التعادل يعني انت مطالب انك تجيب جون ثاني. وخلي بالك اللي برضه فرق مع لعيبه الوداد انهم بذلوا مجهود بدني كبير جدا جدا من بدايه المباراه، لان زي ما احنا علينا ضغوط هم عليهم ضغوط اكتر طبعا، فبذلوا ضغط جامد جدا حتى ما كانوش قادرين يعوضوا. يعني لو تلاحظ احنا هنا في الماتش كنا بنلعب لغايه الدقيقه 90 في الماتش بتاع القاهره، وجابوا اكتر من من فرصه خطر وكره في العارضه وانفرادات، يعني كان هنا، انما هم هناك كانوا خلاص خلصوا. ده اللي خلى النادي الاهلي بمرور الوقت، كان خلاص الوقت ده كمان توقيت الهدف برده كان كويس قوي، ان انت خلاص ابتدوا بقى يضغطوا لان مفيش خلاص فتح بقى ورا وفتح وابتدت الكور المرتده اللي احنا كنا عايزينها من البدايه. ولو كان في تركيز من طبعا محمد شريف وقفشه كان ممكن تحرز الهدف الثاني والثالث وتطلع كسبان. مظبوط، في الاول مزبوط. والاخر بنقول طبعا مزبوط. الحمد لله نتيجه كويسه، اجاده الكولر، اجاده للعيبه بيلعبوا تحت ضغط بعد ماراثون كبير قوي بطوله افريقيا، والنهائي خارج ملعبك مع الوداد بنتيجه 2-1 في مصر كانت مصعبه الدنيا عليهم، فاثبت ان النادي الاهلي يمتلك من اللعيبه ويمتلك من الخبرات ويمتلك من الجهاز الفني والاداري والاداره انها تقدر ترجع بالبطوله. عظيم يعني. عظيم صح كابتن حشيش والله، الله ينور يعني. طيب كابتن عادل، الناس دلوقتي بتقول على شخصيه وتعامل مارسيل كولر ان الراجل ده مش بس بسهوله هيقدر يتخطى موسيماني، موسيماني محقق ريكورد محترم مع النادي الاهلي خصوصا يعني فيما يتعلق بمرتين سنتين متتاليتين دوري ابطال افريقيا، ورقم الحقيقه مش صعب او مش سهل تكراره. الناس بتقول ان كولر لا رايح ابعد من ده بطريقته بتفكيره، هو رايح لمرحله مانو جوزيه. شايف المرحله دي وانت كنت معاصر ليها؟ شايف ده ممكن يتحقق خصوصا في ضوء اللي حصل في النهائي وادارته للمباراتين النهائي؟ بص استاذ عمرو، سياسه مستر كولر ان هو مليار في الميه هو مش باصص على اللي قبل منه، هو عمل ايه وبيعمل ايه. الراجل دلوقتي واصل العلامه الكامله مع النادي الاهلي، وبنسبه اكبر لو حقق بطوله الدوري يبقى واخد كل البطولات اللي دخل فيها مع النادي الاهلي، وكان من اهمهم دوري ابطال افريقيا. دايما الراجل انا بشوف ان شخصيته تتناسب مع سياسه مجلس اداره النادي الاهلي، الراجل هادي جدا، تصريحاته قليله جدا، ما بيطلعش يتكلم في الاعلام، بيتكلم بحد يساله سؤال يجاوب على قد السؤال. الشخصيه دي مهمه انها تبقى موجوده داخل الجهاز الفني للنادي الاهلي، ده زي ما حضرتك اشرت ليه مستر مانويل جوزيه، راجل كان بيشتغل دايما، راجل كان عنده شخصيه بتقدر انها تفرض اسلوب لعبها دايما، سواء وده باين في بطولات كتير جدا، باين مع فرق كبيره او فرق صغيره او داخل افريقيا او على المستوى المحلي او مستوى الافريقي، راجل بيفرض اسلوب لعبه دايما، الراجل هادي جدا حتى لما النادي الاهلي يعني هادي جدا. امبارح برضه عايز اسال برضه حضرتك، يعني الراجل واقف على الخط ما انفعلش على اي لاعب من لاعبي النادي الاهلي، رغم ان كان في ميس باص، كان في كور بتتقطع بتترد علينا في هجمات خطيره، الراجل كان بس بينفعل لما نتعرض لظلم تحكيمي لحاجه كده وتضيع وقت حاجه شاذة قوي يعني بقى، بس ما علقش او ما بيعلقش على اي لاعب خالص. انا قلت لحضرتك الحاله اللي كان فيها ان انت صعب عليك انت كمدير فني لما الفريق الخصم امامك ان هو يقفل على مفاتيح لعبك، يعني قافل على بيرسي تاو، قافل على حسين الشحات، قافل حتى على تقدم حمدي، ان التقدم بتاع حمدي فتحي ده اللي كان بيفرق معاك انت كالنادي الاهلي بشكل كبير جدا. ما كانوا في اغلب الفترات كان نص الملعب متاخد من النادي الاهلي، عشان كده ده اللي كان مسبب ضغط. لكن الراجل هادي جدا زي ما قلنا، الراجل
حاطط سيناريوهات للمباراه مش مستعجل على المكسب، ودي اهم حاجه من مميزاته ان هو ما بيستعجلش على المكسب حتى لو خسران واحد. طب تبرر بايه ان هو قال في المؤتمر الصحفي قبلها بيوم احنا هنسجل، وقال في القاهره بعد الماتش الحد قبل اللي فات قال للاعيبه في اوضه اللبس احنا هنروح هناك نسجل، تفسيرك لده ايه؟ تفسير ده انت خدتني بالذاكره كده مستر مانويل فعلا. اه طبعا احنا بعد المباراه بتاعت صفاقس الاولانيه قال لنا احنا مش طول ما احنا مش هيجي فينا هدف، لان في الفتره دي كان مستر مانويل طلب من اتحاد الكره ان هو ما يلعبش اي مباراه في الدوري لحد المباراه الثانيه. مظبوط ده كان طلب من مجلس اداره النادي الاهلي يعني. لكن لما قعدنا بعد المباراه الاولانيه قال لنا خليكم مركزين، حط السيناريو بعد 18، احنا هنلعب بعد 18 يوم، حط السيناريو قال لنا احنا اول ربع ساعه هنلعب بالتشكيل الفلاني، لو في لعيب مش موفق وهو كان متوقع كان محمد عبد الله ونزل اسلام الشاطر التغيير ده كان متوقع وكان حاطه من اوضه اللبس من الماتش الاولاني، وقال طول ما احنا مش هيجي فينا هدف احنا هنسجل حتى لو فضلنا ممكن نسجل في اخر المباراه، اقسم بالله هذا الكلام حصل لغايه ما حصل في الدقيقه مش فاكر 2 كان شادي محمد لفلافيو بتريك. ايوه بالظبط كده. فهنا رؤيته المهم جدا ان انت كمدرب مش تعرف تحط تشكيل، تعرف تقرا مباراه، تعرف هتلاعب الفرق دي هتلعبها ازاي. هنا دي المدربين الكبار عشان كده انا بشوف ان مستر كولر في حاجات كتير جدا مستر مانويل فعلا، لكن ممكن اللي ياخد منه بشكل كبير جدا ان هو يركز مع موسيماني كان بيعمل ايه، يركز مع اي مدير فني كان، لكن الراجل انا شايف ان هو محقق العلامه الكامله. دي شخصيه المدير الفني اللي تبقى موجوده داخل النادي الاهلي، عشان كده كل الصلاحيات بتتوفر له. وهنا مجلس اداره النادي الاهلي هو بيحاسبه على البطوله، ما حاسبوش زي ما بيقول الناس اداء مش كويس او اداء كويس، هو الراجل حاسبك على البطوله، هو الراجل اللي عامل عليه لغايه دلوقتي احنا اتحاسبنا على البطوله. عايز ليه راي في الموضوع ده بس بعد ما الكابتن ايمن يكمل عشان بقى انا بعديها بس لان انا هاخد من كلام من كلام كابتن احمد عادل في جزئيه مهمه، ان النادي الاهلي بيحقق له الطلبات اللي هو عايزها. النادي الاهلي زي نادي الزمالك زي الانديه الكبيره جدا دايما مطالبه بتحقيق بطوله طبعا، فالجمهور ما بيصبرش. انت بتاخد بطوله الحد بالليل يوم الاثنين الصبح يقول لك البطوله اللي بعدها، صح؟ بيفكر في البطوله اللي بعدها، بيفكر في كاس عالم للانديه طبعا. طيب اللي شفناه في النهائي كان في اشياء ايجابيه حضراتكم جميعا تفضلتوا بذكرها، لكن كان في بعض السلبيات ولازم نقف ونفكر بصوت عالي عشان منتظرين ما هو افضل. طبعا. كان في بعض السلبيات مش هقول اسماء، ولكن في بعض الخطوط، في عدم استغلال فرص، في حاجات كان ممكن لو انت سجلتها كانت هتريحك، لان لو كنت سجلت الثاني في واحده من الهجمات الكتير جدا اللي في نهايه الشوط الثاني دي، لا قدر الله لو كان الوداد كان رد بهدف كانت الايه كانت هتنعكس تماما وكنا هنرجع نلوم نفسنا. فبالتالي ايه احتياجات النادي الاهلي في الفتره اللي جايه عشان يقدر يكمل مش بس جمهور الاهلي ولكن جمهور مصر كله اللي بيطلبوا منه؟ هو الطلب المتكرر لقديل السنين من بعد اعتزال متعب ورحيل فلافيو، الناس كلها طبعا لا يخفى على احد ان النادي الاهلي في احتياج لمهاجم، مهاجم بشخصيه النادي الاهلي، بقدرات متعب، بقدرات فلافيو، بقدرات النجوم اللي تالقت في المركز رقم 9. خصوصا كمان ان النادي الاهلي محتاج اطوال، يعني انت دلوقتي في تكوين اي فريق في اي 11 لاعب لازم يبقى فيه معيار للاطوال. طيب اسمح لي اتفضل. انا اسف اتفضل. الهدف اللي احرزه محمد عبد المنعم لعب على سامبو تمام الكونغولي، سامبو 184 سنتي تمام، وطلع خدها منه واحرزها، وسامبو ما ظهرش لا في ماتش الذهاب ولا في ماتش الاياب، اللهم الا بس التريحه اللي عملها في الماتش بتاع القاهره والكره اللي شوبير شالها، فتقريبا ما كانش ليه اي خطوره او اي تمام حاجة. الهدف بتاع عبد المنعم في اولا هو زي ما اتفقنا وزي ما اتفق الكباتن، بس ان المهاجم الافريقي في بعض الاحيان بيبقى مش هيديك برضو المهاجم. انا ما اقصدش يعني. احنا دلوقتي بنتكلم على مواصفات مهاجم صندوق بوكس تمام. النادي الاهلي غالبا الكرات العرضيه لو انت شفت مدى النادي الاهلي بيصل كتير سواء محليا او افريقيا، بيصل من على الاطراف كتير ودايما سر قوته في الاجنحه، لكن مقدار الفينيشنج او النهايات الايجابيه للمهاجم
تقريبا اقل بكتير. ودايما كولر بيطلع في كل مؤتمر صحفي بيقول لك احنا بنضيع فرص كتير. مظبوط، واخد بال حضرتك. كره عبد المنعم فيها سرعه وفيها توقع وشيء متفق عليه، عشان كده الكباتن قال لك دي الجمله دي اول هدف في البطوله في الاتحاد المنستيري. علي معلول ورقصيه عبد المنعم، واخر هدف في البطوله ليه؟ لان علي معلول بقدمه اليسرى بيحطها على سن منطقه الخمسة متر ونص او الستة اللي بيقطع عليها بسرعه بسرعه، ودي ما بتحتاجش جنب، دي عايزه خطفه بس، عايزه تايمينج، هي عايزه سرعه وتايمينج. تايمينج تايمينج في نقطه معينه، مش لازم جامب بين المساكين مثلا. لا زي ما الكابتن ايمن بيقول كده، عايزه تايمينج. تمام، عايزه تايمينج وسرعه، وحط السرعه دايما ما بين قوسين. طب يعني احنا النادي الاهلي شايف ان هو محتاج، لا محتاج راس حربه فعلا طبعا، مش هنقصه على الفندي، لا 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 خالص خالص، ولا تقليلا منهم، ولا عبد القادر ولا حد، ولا هو تقليلا، ولكن محتاج يعني شكل او روح تانية في، وهو ده اللي طلبه كولر من فترة. حد تاني يقول لحضرتك طب لو جيت بصيت على اهداف النادي الاهلي في البطوله هتلاقي اللعيبه اللي عدد اللعيبه اللي مسجلين 9 لعيب، تمام، من اول عبد المنعم وانت طالع لغايه خط الهجوم، يعني ما فيش واحد او اتنين ولا خط واحد بس هو اللي بيسجل، فبالتالي مش محتاجها قوي. طب انا هقول لك على حاجه، كهربا هداف البطوله مثلا، والنسخه اللي قبليها، النسخه اللي قبل اللي فاتت اللي فاز فيها الاهلي، محمد شريف كان هداف البطوله. مش تقليلا منهم، لكن انت عدد مشاركات النادي الاهلي سواء في البطولات المحليه او في البطولات الافريقيه او في بطوله الكاس او في كاس العالم للانديه، بتحتاج كواليتي وجوده، لان كره القدم زي ما اتعلمنا من كباتنا، كره القدم في النهايه منطقة ال 18 وكيفية تسجيل الهدف. فأنت عايز كواليتي معين. هل هو مثلا أنت محتاج؟ لا، أنت برضو محتاج واحد. أنا من وجهة نظري في طريقة لعب كولر اللي بيلعب بثلاثة، في منهم اتنين بيلعبوا بوكس تو بوكس، أنت محتاج واحد بمواصفات حمدي فتحي وعمرو السولية. تاني أنت عندك ديانج وعندك مروان عطية بمواصفات، وعندك اللعيب الثالث اللي في نص الملعب ده بيبقى بمواصفات مختلفة، ممكن تشوفه مهاجم تاني في كتير جدا جدا من الأوقات. هقول لك عندك كاندوسي وانت لسه ما استخدمتوش. اوكي 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 اوكي، ما انا بقول ان عدد مشاركات النادي الاهلي وعدد البطولات محتاجة اكتر من واحد، عشان المستوى اصابة بالظبط كده. انت دايما محتاج ان انت تكتر مفاتيح اللعب وحلولك الهجومية، كلما امتلكت حلول هجومية أكتر تمام، كلما كنت قادر على إحداث الفارق. عظيم. توقعاتك الفترة اللي جاية بالنسبة للنادي الأهلي بقى، يعني الفترة اللي جاية عندك لسه يمكن 10 ماتشات. النادي الأهلي والكباتن عارفين ومصر كلها عارفة إن النادي الأهلي فاضل له 10 ماتشات في بطولة الدوري. مزبوط. يكفيه 5 ماتشات ويحسم المسألة. وأعتقد إن هو إن النادي الأهلي بعد الشحنة المعنوية الكبيرة ديت اللي حققها في دوري الأبطال، أعتقد إن هو قريب جدا على حسم موضوع الدوري وعودة اللقب من جديد. فالنادي الأهلي أعتقد إن هو مقبل على يعني موسم من المواسم السعيدة على جماهير الأهلي، واعتقد ان جماهير الاهلي صحيح هي بتتكلم بتقول ال 12 يا اهلي وكده، لكن جماهير النادي الاهلي هيبقى املها في مباراه شهر اغسطس السوبر الافريقي، ثم هتبتدي نغمه كاس العالم للانديه ونفس السيناريو اللي قدمنا 4 سنين فيه، وده سيناريو سعيد بالنسبه لنا كاعلاميين رياضيين وكمحبين لكره القدم المصريه، ان انت كلما كسرت فرص الاحتكاك بمساويات اعلى وبطولات اعلى، ده مردوده بشكل كبير جيد على كره القدم المصريه وعلى المنتخب الوطني. اكيد اكيد، ودينا شايفين عدد الاسماء اللي موجوده مع روي فيتوريا. موجوده النهارده الاستقبال النهارده محمد صلاح المنتخب للاعبي النادي الاهلي، وصور بالزبط. صلاح وصور الجهاز الفني هم بيستقبلوهم، حاجه الحقيقه تفرح يعني. حاله البهجه ديت، والكابتن حشيش والكابتن احمد كانوا بيتكلموا على الثقه. الثقه بتصل باللاعبين الى مرحله طبعا الاجاده والابداع طبعا، وده اللي احنا دايما بنطلبه، زي ما بنقول كده في الكوره المكسب بيجيب طبعا مكسب. دي صوره صلاح طبعا مع كهربا وتريزيجيه ورا، اعتقد بيسلم على عبد المنعم، يعني لا في حاجه، كل ده اضافه معنويا هتضيف للمنتخب طبعا، طبعا معنويا هو رايح كسبان دوري ابطال افريقيا وراح على معسكر منتخب، الحاله النفسيه بتبقى في احسن حال، فده بيصب برضه في مصلحه منتخب مصر اكيد، خصوصا بتتكلم في حوالي
بتاع ست لعيبه او سبع لعيبه من 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 قوام اساسي النادي الاهلي بما موجود في المنتخب. وحاجه جميله، بص انا برضو عايز اقف عند الصوره دي، الروح الاهلي والزمالك. يا سلام طبعا. فتوح بص الحضن مع عبد المنعم حاجه جميله جدا، بص زيزو برضو لسه هيسلم طبعا. على مين حاجه والله دي رساله اللي لازم توصل، وده اللي عمل 2006 و2008 و2010. عايز اطمنك لحاجه، اتفضل كابتن. طول عمرنا عارفين طول ما النادي الاهلي كويس فهو منتخب مصر كويس. احنا محتاجين يعني عشان بس نقول الموضوع ده، محتاجين الزمالك طبعا، محتاجين كله، ده منتخب مصر بيكرم الاسماعيلي بس لا ليه انا بقول كده؟ لان على مدار التاريخ بتبقى دايما القوام الاساسي لمنتخب مصر هو فريق النادي الاهلي. فعشان كده لما النادي الاهلي بيبقى كويس وحصل على بطولات ومستوى اللعيبه كويس بتفرق جدا مع منتخب مصر. طبعا انا كنت عايز اعلق بس طبعا. حاجه يعني على حاجتين كده سريعا. اول حاجه الفرق بين يعني مانويل جوزيه وكولر، برضو يعني لازم ندي الراجل ده حقه. كولر طبعا اكيد اكيد الكواليتي بتاع اللعيبه اللي موجود حاليا غير اللي كان موجود مع كولر. فعشان كده الراجل كولر من اول ما جه ودي حاجه كويسه قوي فيه، وكان الناس بتعتب عليه انه طول ما هو قاعد يقول لك الورقه او القلم بيكتب. الراجل ده بس يعني من اول ما جه كده عمال يكتب، ويبقى الاهلي داخل فيه جون وعمال انت فاهم ازاي. انما الراجل ده استحمل انتقادات كتيره في بعض الاوقات للتغييرات الكثيرة. كل ماتش يلعب ناس، كل ماتش يلعب ناس، كل ماتش يلعب واحد في المركز ده وواحد تاني. هو عايز يشوف، لأن هو جه على لعيبة ما اختارهاش، اللعيبة اللي كانت موجودة مظبوط، فكان عايز يحط إيده على العناصر دي كلها، القماشة اللي موجودة هيطلع منها أفضل حاجة بالنسبة له. الحاجة الكويسة يعني اللي عملها إن هو خلق روح المنافسة بين اللعيبة في المركز الواحد، وهو ده اللي بيعلي المستوى صح. والمدرب الكويس اللي هو بيرفع اداء الفرقه، مش على المستوى الجماعي، محمد هاني على المستوى الفردي. انا مع حضرتك، شفت ارجوك اديني راي حضرتك اتفضل. في محمد هاني طبعا. اللي عمله محمد هاني وكم كوره والروح قبل الاداء، وروح واستخلاصه وموت نفسه في الملعب، مش ده محمد هاني اللي الناس كانت طبعا بتهاجمه في نهايه الموسم اللي فات وبدايه الموسم ده خالص بصراحه يعني، ولا هو برستاو. ومش هو محمد هاني اللي بعد ما اكرم ركب بقى هو خلاص قاعد مريح. لا ده هو دلوقتي بقى من عناصر الاساسيه. ده شغل مدرب يا كابتن، شغل مدرب طبعا. ازاي انا هو حمدي فتحي ده، هو حمدي فتحي قبل كده؟ حمدي فتحي ده كان راجل ديفندر قدام الاثنين المساكين ما بيتحركش وخلاص. دلوقتي لا، بيروح بيصنع اهداف وبيجيب اهداف، وبتلاقيه في ال18 بتاع الفرقه الثانيه. ده شغل مدرب مش شغل لعيب، لان هو اللعيب صح. كذلك حسين الشحات، طب ما هو كان ايام موسيماني، بيرستاو قصه ثانيه خالص اللي جايبه موسيماني. عشان كده بقول لك هو رفع من قدرات ومن اداء اللعيبه على المستوى الفردي، اللي طبعا افاد بعد كده الفرقه ككل. غير من تكتيك النادي الاهلي، النادي الاهلي كان بيلعب 4 2 3 1 وكنا مصممين عليها لا ده الراجل بيلعب 4 3 3 وما بيغيرش الطريقه دي، بس بيغير على حسب الماتش في الوظائف او بالزبط. في الحاجات المطلوبه من كل مركز يعني. وده اللي جن المدرب الوداد، بيقول لك هو بيلعب قدامي بنفس التشكيل بنفس اللعيبه، ومره الايه بيدافع ومره الايه بيهاجم يعني. وده ده اللي جن الراجل. حاجه اخيره اقول لك عليها كمان، حاجه اخيره معلش انا اسف يعني، هتلاحظها من الثلاث حراس مرمى النادي الاهلي دلوقتي مستوى واحد مظبوط. مش خايف انت الشناوي مصطفى بيلعب الثالث، بيلعب نهائي افريقيا مزبوط. وكان هايل هو ما بيجيش اعتباطا ولا ما بيجيش برضه مدرب حراس وبس، لا ده مدير فني، لان مدير فني مسؤول عن القصه دي كلها، وهو خد القرار الجريء. كان ممكن واحد يقول لك لا ده ماتش نهائي والشناوي والطول والخبره والقصه وبتاع، كان ممكن يلعبه. هو اصر انه يلعب كمان الثالث، هو مش بيلعب الثاني لان الثاني برضه كان لسه ما اكتملش. فدي كل حاجات مدرب تحسب للمدير الفني. من ناحيه اخيره بقى معلش يا جماعه، النادي الاهلي محتاج لعيبه؟ محتاج لعيبه، محتاج لعيب وهسكت طيب. والمعرف بطن الشعر. تعليق اخير من كابتن احمد عادل. لا طبعا انا في حاجات بتحصل داخل اوضه اللبس او غير اللي الناس متوقعاه، هي دي اللي بتجيب البطوله. ويمكن لازم نشير على موقف الشناوي وشوبيه طبعا. اي حارس طبعاً. اي حارس على ما اعتقد يعني ان هو يلعب الفاينل الاول الشوط الاولاني في مصر ويرجع تلعب المباراه الثانيه هناك، تطلع بره 18 خالص مش ده ممكن مش مع اي حارس تاني ممكن يحصل مشكله في اوضه اللبس طبعا. بس الشناوي بقى لقطه الشناوي ان هو يخلع الميداليه بتاعته اول ما يدخل. انا بكلم حضرتك في ما قبل ان اي كل الناس تكهنت ان مصطفى شوبير عمل مشكله عشان كده طلع بره 18 خالص، لان الطبيعي ان لما هيرجع تاني مثلا اللي هو احتياطي للشناوي. لكن التصور بقى والتصرف اللي عمله الشناوي ده بيدل ويسأل فيه مصطفى شوبير بعد المباراة
يقول لك احنا داخل النادي الاهلي احنا ما عندناش الكلام ده اللي انتوا شفتوه في الملعب هي دي اوضه لبس النادي الاهلي. مظبوط. يدعي عليه ويزعق له يقول له تعالى اللعيبه طبعا. مسؤوليه اللعيبه الكبيره وده يمكن اللي حصل برده مع مشكله لما كان في عماد متعب وحسام غالي. مظبوط. لما بتقلع الشاره وتديله الكاس عشان هو صح. لا في كواليس في اوضه اللبس هي دي مقومات البطوله طبعا. هاكد لك كلام احمد مهم طبعا. جدا جدا واكبر مثل بقى اكبر راس اما يطلع بصفته رئيس النادي الاهلي انما رئيس البعثه هو حسام غالي. اه طبعا طبعا. والفرحه كمان. والفرحه ما نستش النادي الاهلي ان يحصل لخبطه في السيستم. لا انت كمل وروح انت استلم المنصه وانا قاعد فوق دي كبيره قوي يا جماعه دي لان مع الفرحه الحاجات كتيره بتتنسي انما هو سيستم شغال بيه النادي الاهلي وهو ده الجميل والحقيقه نتمنى ان شاء الله ان تجربه النجاح نشوفها في اكتر من مكان لان في النهايه احنا كلنا المستفيدين. بدات في اول حلقه بقول ان علم مصر كان جنب علم المغرب وعلم الكاف لان في النهايه ده مكسب للرياضه المصريه صحيح. ككل يعني مره ثانيه ببارك لحضراتكم الف مبروك وشرفتنا كابتن امل الكاشف. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. شرفتنا وعرضنا كابتن احمد عادل. الف مبروك كابتن احمد. شرفتنا كابتن احمد. فيك. طبعا تشرفنا بوجود كابتن محمد حشيش وكان كان كان وحشنا فتره ربنا كبيره. ربنا يخليك انت اكتر. ربنا يخليك. شكرا جدا. شكرا جدا. الف مبروك مره ثانيه. الله يخلي حضرتك. طيب دلوقتي عايز اسيب حضراتكم مع تقرير على الجهود اللي بتتم الايام دي اللي بتقوم بها وزاره الداخليه عشان تامن امتحانات الثانويه العامه اللي بدات النهارده ولسه مكمله بكره والاسبوع اللي جاي ان شاء الله وبعد العيد. جهد الحقيقه محترم جدا حوالين اللجان وفي اماكن كتير جدا تامين ورق الاسئله وورق الاجابه. جهد الحقيقه محترم وجهد كبير جدا بتقوم به وزاره الداخليه. اسيب حضراتكم مع هذا التقرير ونشوفكم على خير بكره ان شاء الله. مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة حرصت وزارة الداخلية على تفعيل خططها الأمنية التي أعدتها لتأمين لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية وبث الطمأنينة في نفوس الطلاب قبل وأثناء وبعد أداء الامتحانات. وقايمه بالامن والامان ومحافظه على المكان ومحافظه على المرور. حاجه مشرفه وحاجه جميله جدا. هو بقى في امل للطلبه ولينا احنا كمان. يعني انا دلوقتي وليت امر همشي ومطمنه على بنتي. انا بنتي بتمتحن هنا وان شاء الله هسيبها وامشي اروح شغلي واجي بعد ما تخلص وكل ده سايبها امانه في ايدين ابنائنا واخواتنا من وزاره الداخليه. ربنا يحميهم. نشكر وزاره الداخليه شكر كبير قوي 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 على المجاهدات اللي هي بتعملها. تشمل الخطط الأمنية انتشاراً أمنياً فعالاً بمحيط اللجان التي يؤدي فيها الطلبة الامتحانات وهو ما يوفر أجواء أمنية ملائمة لهم ولذويهم الذين ينتظرون خارج اللجان وكذا تأمين عملية نقل أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان المختلفة. في الأمن موجود للحفاظ على أمن بنتي وأمن الطلبة طبعاً. يعني كنت انتظرها كل يوم فممكن بعد كده بقى اجي اوصلها واسيبها وامشي. بصراحه النهارده التامين ممتاز جدا والطلبه داخلين في امان ومفيش اي حاجه عند المدرسه تزعجهم او تضايقهم. في امان وراحه والطالب هو داخل خليين باله منه هو كده بس. هو ربنا يطمن عليهم يا رب ما يخرجوا يا رب. ولضمان انسيابيه الحركه المروريه فقد تم نشر خدمات مروريه بمحيط اللجان والطرق المؤديه اليها لتحقيق السيوله المروريه المطلوبه ومنع التكدسات مع وجود اقوال امنيه لرصد الحاله الامنيه على مدار الساعه. ومع اتخاذ كافه التدابير الامنيه لتامين سير امتحانات الثانويه العامه فان الوزاره تحرص وفي اطار تطبيق المنظومه العقابيه الحديثه بمراكز الاصلاح والتاهيل وفي مقدمتها اتاحه الحق للنزلاء في مواصله تعليمهم حيث جهز قطاع الحمايه المجتمعيه بالتنسيق مع وزاره التربيه والتعليم
عددا من اللجان بمراكز الإصلاح والتأهيل. قدمت والناس اتسهلت معايا في الإجراءات والحمد لله توفر لنا مكان للمذاكرة وللرعاية، والنهارده كان أول يوم امتحانات لينا، وبشكر وزارة الداخلية على تعاونها معنا. يأتي هذا الإجراء من قبل وزارة الداخلية في إطار اهتمامها بمعايير حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة للنزلاء في استكمال تعليمهم ليكونوا مؤهلين للاندماج في المجتمع.